சார் தொடர மாட்டியா? طيب النهارده ناخد شابتر انجلز، المفروض الاسبوع ده خلاص انجلز ان شاء الله يعني 10 سنين يعني. انجلز اهم شابتر في المنهج. بس كده كتاب الاسم هو صغير قوي. كويس بس هو يعني هو مهم قوي. حياتك العمليه والامتحان فانا هزود فيه شويه. انا نصيحتي انا هصور الورق الكتاب بتاعنا واحط صوره على الكتاب على النت قصدي. انا عايز ابص على صور كتير. وانا النهارده هشرح الصور اصلا ان شاء الله يعني خلاص كده هزود على الكتاب هزود على الكتاب كتير كتير ودي ودي بس انا سمعت خلاص بدري قلت له خلاص ربع ساعه بدري عشان كان مثلا فرق شاسع بين صوت وصوت صح؟ فرق شاسع طب يلا طيب يلا يا جماعه الورق هيتبع دلوقتي ان شاء الله بس يعني انا كده كده يعني عايز اشوف صور كتير هشرح صور ان شاء الله واحط صور على النت ان شاء الله ما عادش كتير يعني يلا يلا الايجز اللي الناس دلوقتي كوميونتي هو زي الكوميونتي كده كده شلت عشان كده طب ليه دكتور مش فاهم ده ليه فاهم ده دكتور انت على خير خلاص ده هيبقى سيتك على خير كده يعني ايه ده مقاطع مقاطع كده تحس ايه هو شابتر بتاخد في الاخر ليه اللي هي الانجلز في شابترين في المنهج او ثلاث شابترات في المنهج ما لهمش قوانين خالص الاندوكرينولوجي ما لهاش قانون ما ينفعش امسك هرمون بايديا كيس الايفكت هرمونز از هايلي فاليبل في نفس الشخص في وقت مختلف اوكي في الشابتر ده كده سايح كتير الشابترين التانيين ما لهمش معالم في الشرح التو تيرز تروما اند تيومرز ما فيش عين زي التاني مهما شرحت لك حتى لو بستيجز مش زي التاني فدايما تيجي كلمه خاطئه كده لو عايز خد خطه الى الدرجه عينيه مش تعرف صح كده؟ من اول الجفت لغايه اب تو نيرف فنقسم المقاطع على ايه؟ اول مقطع اسمه بلان تروما تو ذا اي المقطع الثاني اوبن لوب انجري هنا اتفتحت يعني المقطع الثالث كيميكال انجري عشان احترم كتاب الاسم كاتب في اخر صفحه صغيره كده اسمها راديشن انجري مش مهم قوي بس يعني كتاب كاتبها يعني هي مقاطع مختلفه كده لذا بلانت تروما بس كده دخلت خبطه هناخد بقى ايه اوف ذا ليد كذا 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 اوف ذا كونتاكت كذا 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 اوف ذا كوني كذا فهمت قصدي؟ يعني عمال ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض فممكن تحس شويه كده بمتعه وانت قاعد يعني وانا بحاول يعني ليك بوست فيه والعكس تماما يعني عمال كده الليد اه بعد كنت كنت على تايب بقى يبقى كورني سكرير انتي شيمبر بتقعد ورا بعض ورا بعض ورا بعض قصدك شايف مع خلاص الاخر عشان كده كويس؟ نبتدي من اخر شابتر لاوله ليه؟ ان الكتاب كده في اول الشابتر هاو تو مانج ا كيس اوف تروما في حاجه اسمها دراماتيك مانجمنت اميديت مانجمنت اخطر حاجتين في الطب ايه هما؟ ده في اليوم دلوقتي يعني اكتر ايمرجنسي ان ميديسن ايه هي؟ ايه اعلى ايمرجنسي في الطب؟ مش رمض يموت بيفور دي كانت ايه اعلى انرجيز في الطب كله اصل كده الحاجه الوحيده اللي في الطب ممنوع تاخد هيستوري من كتر ما المانجمنت لازم دلوقتي حالا ممنوع تاخد هيستوري حاجه واحده في الطب بس ايه هي؟ حريقه صح كده؟ يعني واحد محروق قدامك بس قول لي ايه اللي حصل بس بس ايه اللي حصل بس ما تفهمش صح كده؟ ممنوع بس كده فدلوقتي هناخد اول حاجه نشرحها حاجه اسمها كيميكال انجري تو ذا اي اللي هي ذا كيميكال بيرن. دي حاجه لطيفه. ايه ده؟ زي لا لا بس اي حاجه هيستري يعني حتى البيرن في استراحة بس. مش هيحصل اسمك اي حاجه لا انتوا ضايقين انتوا النهارده فايقين صح؟ يعني مش هيسال اسمك ايه ولا اي حاجه بس هو حاجه واحده بس خلاص كده ايه دخل في عينيك؟ ايه دخل في جسمك بس؟ النوع الماده اللي اتحرقت بيها. عشان اعرف اتصرف ساعتها بس رقم كده ممنوع اي تاني خالص اي مره تانية على في هيستوري تاخد اي حاجه انا كده اسال واحد بس اكتر من كده تبقى مجرم طبيا ميديكال ليج المجرم انت طولت في العلاج طولت اذيت العين اكتر بس كده اللي دخل فيك تعالج اكتر بس كده هو احنا بنشرح ايه؟ كام كلمه الورق جاي انا هزود على الكتاب شويه ان هو مهم جدا جدا شابتر ده يعني جدا ده هتطلع بيه انا بشرح ثاني سنه يعني انت هتطلع بيه ان شاء الله خلاص من رابعه هتطلع من رابعه بحاجه واحده بس الشابتر انجلش ده بس ده الفيرست ايد بتاعك اي حاجه ثانيه هتنساها تنسى الجلوكوما والديد كونشن فايبر تفتكر ايه؟ لو جارك دخل في عينيه بطاطس هتصرف ازاي؟ انت قصدي كده عشان كده ههتم بيه شويه يعني ليه كنت حد يعني كلام سهل؟ يلا كيميكال انجلز بقى اوف ذا اي او انا بحب اسميها كيميكال بيرن ان هي تشعرها زي مين بالظبط؟
زي البيرن. ضهرك ورا مفيش حاجه خالص، بس كيسه معايا اسمعني كده مع بعض. تخيل معايا كده واحد بيتحرق قدامك، كده العين بتتحرق. تخيل العين دي عباره عن واحد بيتحرق قدامك، خلاص كده كويس. كيميكال بيرن، ادي مرحله هتخش في مرحله هتخش في مرحله، ده البيرن. احنا هنصوت على الكتاب زي ما اتفقنا، بس كده. واحد بيتحرق قدامك دلوقتي، مبدئين كده ايه انواع الكاستكس تعرفوها؟ ايه انواع الحاجات الكيميكال انجريز؟ اسيد او الكلي او كاستكس في عامه يعني، صح؟ الاسيد الكلي مين اخطر؟ الالكلي. الكلي الالكلي اخطر؟ الاسيد بيعمل حاجه اسمها كوالتيف نيكروزس، يعني الاسيد بيبني قدامه حصن، بيعمل حاجه زي حيطه كده ما عرفش يخترقها، ده الاسيد كده. بيعمل كاجريشن بروتينز، لكن الالكلي بيدوم الممبرينز، لو انت فاهم حاجه زي كده. سابنفيكيشن اوف ممبرينز، حاجه اسمها الليكوفاكتور نيكروزس، فبيحترق. الالكلي مشكلتين، لو بيحترق جامد جدا كرمد وايز، لو اخترق جامد في الكورنيا بيخش حاجه اسمها الليمبل ستام سيلز، فاكرها؟ موجوده ديب ليمبس، لو ضربها ايه اللي يحصل؟ ممكن يحصل بسرعه جدا بريفريشن. تاني حاجه ما ينفعش يبنوا، يعني ما ينفعش ريجنريشن. مش بس كده، لو عملت حتى كورنيا جرافت مش عارف تنمو كويس، مأساة. يبقى اول حاجه عايز اقولها مين اخطر؟ الكلي. واحد بيعمل ليكوفاكتيف نيكروزس، ادي واحد. تاني حاجه بيبقى ديب، يوصل ليمبل ستام سيلز، بس كده بيعمل مود سكارنج قوي. تاني حاجه بريفريشن بسهوله وريجنريشن اضعف بكتير. فالاسوء مين؟ خلاص كده خلاص. مانجمنت دايس ورا بقى، يلا مانجمنت بتوع هنعالج ازاي بقى؟ في العنده بيخش كام مرحله؟ ثلاثه. اول مرحله دي انا مش هتكلم معايا، المرحله دي هعالج على طول، استنى كده. دي اتموست ايمرجنسي على الاطلاق. هنا مش هتكلم عن كلينيكال بيكتشر، هنا عالج. يعني في حاجه اسمها فيرست ايد مانجمنت، صح كده؟ بعد كده اقول لك بقى كلينيكال بيكتشر بعد ما اطفيه، مش كده؟ صح؟ بعد كده يحصل حاجه اسمها ايه؟ كومبليكيشنز. فهمت قصدي كده؟ يبقى رقم واحد هنا في حاجه اسمها first aid management، مش هتكلم عنها خالص. بعد ما يطفى هيظهر عليه حاجات، صح كده؟ بعد كده يحصل ايه؟ complications، صح كده؟ يلا اول مرحله بقى، هو سؤال واحد بس، ايه اللي دخل؟ فعني بس ليه السؤال ده؟ فكره في ايه؟ انتوا خدتوا فرنس كلكم؟ مية مية. ده صار عبيط جدا. يعني دخل في عينيه اسيد، ها حط ايه؟ لا ايوه كده صح كده. طب تفرق في ايه؟ دلوقتي تفرق، اصل حسب اللي دخل في عينيه. طب دخل اسيد؟ لا مش تفرق. هتفرق طبعا، هتفرق بحاجه واحده بس، قصدي ان وات از ذا نيوترال، يعني مش عايزين بافر طبعا. نو انتي دوت، نو بافر، صح؟ حطيت اسيد على الاقل يحصل حاجه اسمها ايه؟ فيزيكال انجري، هيتحرق صح؟ فمفيش اي بفر خالص. اول حاجه عندنا نوهات، نو انتيدوت. وانا بعمل ساعتها ايه اكتر ماده في الكون نيوترال؟ ميه. صح كده؟ طب انت في مستشفى؟ سلاين او لاكتيتد رينجر، دي اكتر حاجه نيوترال. فانت في مستشفى هتعمل لينجر او سلاين، لو انت بره هتحط ايه؟ ميه. مين ميه؟ ميه دي ده الفيرست ايد مانجمنت فعلا. يعني ايه دخل في عينيك؟ اقول لك ليه حد سال السؤال ده حالا، لكن ذا فيرست ايد مانجمنت ده اهم سؤال في الامتحان. ايه هو؟ يلا يلا ها. بص كده في كتب، كده في كتب كده immediate energetic thorough wash. ليه ده الكلمات كده يعني؟ يعني immediate energetic حماسيه جدا، يعني thorough يعني بوند شديد. دي كل المقدمات دي هو ده العلاج. يعني ده كده حماده بره خالص، ده العلاج. اتاخرت في دي بروح في دهين. دي كويسه، ده احنا الحقيقه كده دايما تذكر ده ان واحد ايه بيتحرق قدامك، بس كده ده immediate treatment is ووتر. ترقص عليا؟ ترقص عليا بقى عشان تحسوها بجد. انت في الشارع دلوقتي صح كده؟ اني ووتر بقى منين بقى؟ عايزين ووتر منين بقى دلوقتي؟ بقى من اقرب سورس اوف ووتر جنبيك. مثلا هنا في حمام في الشارع صح؟ يلا. مش قصدي حمام، عندي ميه حمام. بس انت في ووتر يعني. انتوا النهارده مش تمام على فكره. انت عايز اي حاجه تخرج مش ركزوا معايا. قصدي حمايه الحنفيه اللي في الحمام. يعني بليز يعني اي تاب فوتر يعني مش عايز يعني اوضح كلامي اكتر، مش عايز تعيين. اوكي فهمت قصدي كده؟ يعني ده محروق تاب فوتر صح كده؟ في نافوره هنا يلا. مش بهزر على فكره. اقرب سورس في خرطوم في الجنينه هنا يلا. يعني اقرب سورس اوف ايه؟ ووتر. دي رقم واحد. بص عليها اصبعته ما تتاخرهاش ثانيه. ده العلاج. بس كده؟ عشان تحسوها كل بص عليها اصبعته خلاص عشان تحسوا هتعمل ايه بالظبط يعني. انت بتحط سباكلم، عارفين سباكلم بفتح العين دي يعني عشان افتح كل حاجه في العين كده اهو، خلاص بحط انستيزيس عادي عشان ترجع قوي دوك انستيزيا ولا حاجه. ادي الميه اهي او اي حاجه حنفيه زي ما تكون، ادي الميه اهي. بص عليها اسمعك بقى يلا اهي يلا.
لا انا عايز اوضح معنى يعني خلينا نعبر عن نفسنا لما اقول لك انت هترد عليا دعيب الاجازات والله دعيب الاجازات بص عليا انا عايز تحس احساس معين بس كده يلا ميه اهي يلا حاج علي انا جاتي فكره جامده ومروح انتوا ليه تعبتوا طيب؟ ليه حسيتوا ايه؟ قعدت ما بيعملش حاجه ايوه صح كده؟ صح؟ طيب انا عملته ده كده نص ساعه ايه نص ساعه ده العلاج انا عايز بس احسها مش اكتر يلا مايك هو انت حسيت بتزهق الحقيقه انت بتزهق مايك يلا رب انت كده اذيت العيان نص ساعه كتاب كده تلت ساعه مجرم كام نص ساعه اللي هو تقعد اكل وقعد كده يلا ميه وتغسل كويس ميه كده هو ده العلاج ده العلاج كده يبقى ميه بعنف جدا تلسع نص ساعه انت المستشفى حط بي اتش بعديها ب 10 دقايق شوف نيوتر مش نيوتر يعني طبعا ده مش ابليكابل يعني فنص ساعه تلسع ميه بعنف في كل حته يبقى سباكيلوم ها انستيزيا اند ووتر خلاص كده سباكيلوم معايا معاك كده وانستيزيا وحط عينيك ووتر في المستشفى تعمل ايه؟ سلاين او رينجرز لاكيت هتاجلها دي الخطوه تتاجل قد ايه؟ ولا ثانيه ولا ثانيه بس كده كويس قوي ليه بقى مثلا السؤال بقى داخل في عينيك ايه؟ طالما there is no antidote no antidote no antidote صح كده؟ ليه بس السؤال ده؟ عشان في حاجتين ممنوع ميه مين هما الحاجتين بقى؟ حد اشتغل بنا قبل كده؟ بنا؟ لا بين العمارات كده؟ خالص؟ بنا طيب لو انت عديت على اي حد بيدي عماره كده ولا حاجه في حاجه اسمها الاصعب فين اصعب؟ او الاروانة دي طب انتوا طب جبت الاروانة دي كده هتلاقي في حاجه بيضة كده صح؟ ايوه ايه الابيض ده؟ ده جير جير حي برافو عليك كات اندر سايد هتلاقي البنا بيعمل ايه؟ ادي ميه اهي يبعد كده هو بعيد قوي كده اهو بعيد جدا صح؟ هو بعيد جدا فعلا بيقول له ميه كده صح؟ انت بتسمع ايه؟ ما انتوا شغالين كويس تسمع تشوف تلاقي حاجه طالعه اسمها ايه؟ دخان ليه؟ ميه مع كات اندر بتحول الفيزيكال انرجي عنيفه جدا جدا تخيل معايا بقى كده ده حط في عينيه كده لايم يعني دخل في عينيه جير حي حط ميه هتسمع ايه؟ يعني هتسمع قدام يبقى نيفر ها ووتر حاجتين واحد جير اثنين اسمنت والحاجتين دول بيبقوا بارتكلز اصلا يعني كده بارتكلز كده تقعد تنقيهم واحده 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 شيل كل حاجه بعد كده تحط ايه؟ ميه يبقى نيفر ها ووتر دي اول حاجه نو ايه؟ ادي دول ثاني حاجه نو نو ووتر حط مين يلا لايم اند لايم اند كاتر اكس ايوه جير يعني اند سيمن وعشان كده بسال السؤال ده ايه اللي دخل في عينيك؟ خلاص كده الاثنين دول ريموف ذا بارتكلز الاول بعد كده حط ايه؟ ميه تقطيع اخرس قوي هتحول لفيزيكال انرجي جامده جدا سهله؟ خلاص الكلام ده مده قد ايه؟ لا لو قدرت مش شايف دول شرطين مش شرط دي شرط بس انت هيدفعنا الميه برضه ايه ده؟ بس انت هيدفعنا الميه برضه بس كده كام سهل كده معاك خلاص هنا سهلة اي حاجة فورس بس اي حاجة بكينيكس اي حاجة حسب امكانياتك بقى يعني انت لو في الشارع اي حاجة حتة اي حاجة قد ما تقدر قد ما تقدر خلاص احنا بالبلدي كده بالبلدي كده عشان تفهم الحتة دي عشان عايز احط كلمة عربي كده لو واحد محروق قدامك بتعمل خطوتين ايه هما انسى العين خالص بقى يعني كلمة remove the particles دي remove the particles caustic particles دي and مية لو واحد محروق قدامك بتعمل انت ايه بتعمل حاجتين فعلا تحطه في ميه وبتقص هدومه لو انت خدت فيرست ايد يعني يعني كده تقعد تقص هدومه هدومه لازقه فيه صح الهدوم نفسها كاستك صح تقعد تقص هدومه قد ما تقدر بالراحه جدا كده ان هي نفسها حريقه خلاص فتفتكر كده ميه وقص هدوم فهمت كده يعني ميه ريموف ذا بارتكلز ميه وقص هدوم سهله كده ميه وقص هدوم سهله كده كويس هو كده دي تلت ساعه نص ساعه زي ما اتفقنا تلت ساعه نص ساعه لو انت في مستشفى عايز بي اتش اعملها بعد 10 دقايق اس بي اتش لو قدرت يعني ما قدرتش زاد ما تقدر قد ما تقدر حط ميه ميه ميه. بعد ما يدفع العينه هو العينه اهو انسى العين خالص بقى العين طفل دلوقتي بتشوف ايه في جسمه؟ يعني انت لسه كان بيكشر بقى ايه اللي هتلاقيه؟ دي حد قبل الفحص يعني ده قبل الفحص فهمت قصدي كده؟ ده فيرست ايد هتلاقيه في العين ده ايه بقى؟ ايه كلينيكال بيكشر؟ كلمه واحده بس ايه؟ بالعربي هتلاقيه في العيان؟ احمرار حريقه سكور لا سكور مش دريد كلمه يعني جلده فيه ايه؟ ابسريشن يعني ايه بالعربي؟ قرح قرح بولي قرح حتت عليانه محروقه ان شاء الله يعني قرح صح كده ربنا يعافينا يا رب يعني قرح صح كده كويس يعني ايه كلمه ايه؟ ألسرز فين؟ كل حته كل حته يعني ايه؟
زي ما جت بقى خلاص كده. مش عايز اضايقك ولا بلاش. هو اكتر حاجه كده في الرمض احنا بنشوفها لحد ايه؟ حد عارف؟ كل يعني احنا كدكاتره رمض الاكزامبل كيميكال بيرن ده اكتر فئه من الناس بتشوفها عارفين مش عارفين؟ اطفال. اطفال هي ستات. اطلع بقى يلا. هاي ازاي؟ اتنين. هما حاجتين. هما حاجتين. اكتر فئه من الناس. اكتر فئه من الناس. طب احنا هناخد ايه على خمس حصص؟ بص اكتر اكتر فئه من الناس. انا مره عملت كده قعدت في يعني في عندنا في الجمديش في حته اسمها توكسيكولوجي يونت. قعدت هناك في الاستقبال نص ساعه بس. اولموست خلال نص ساعه دي مثلا دخل مثلا 50 60 مثلا بنت عندها كام سنه؟ 20 25 18 23 كده مثلا. القصه متكرره عارف هو ايه؟ كوبي بيست. بص كان معايا بالظبط كده يعني نفس القصه بالظبط. اللي هي ايه القصه بقى؟ يعني بعد 5 10 سنين قال لي خلينا اخوات احسن. نفس القصه متكرره. الحاله الثانيه بقى خلاص كده هي عملت العكس. بعد 5 10 سنين خلاص كده انا مش عايزاك. رد فعله عاده يبقى ايه؟ ولا انا ولا غيري. ما يطلع تعرف انت كده كده قصدي اكتر فئه من الناس كده. بقى ماساه حضر سويسايد اتاكس حاجه زي كده. انت مش متخيل قد ايه؟ مش متخيل قد ايه؟ انت مش متخيل قد ايه؟ انا قعدت كده نص ساعه بس اه صح بس كده. كمية ناس داخلة المنظر ده مهولة. فئتين دول. كلام ساعة كده؟ أكيد ما فيش رد على أي حاجة. أنا حضرت مصر بس معرفش. أصل هي أصل ليه قلت الكلمة دي؟ أدي مية نار، مية نار أهو، يلا أهو كده. الفئة التانية على فكرة الأطفال. يعني تاني حاجة أكسدنت الأطفال، الفئة التالتة أكسبيشنال. دي تلات فئات عندنا في التحرية يعني. خلاص أو يلا أهو مية نار هي جاية مثلا، صح؟ هتيجي فين؟ في العين. اي حته يعني في الجفن يمشي يمشي في الكونجنكتيفا تمشي تمشي في الكورنيا تمشي تمشي. مين اختارهم؟ كورنيا. نتكلم بيها بقى كلينيكال فيكشر. ما خلاص يعني ليه هتحرقه؟ الكونجنكتيفا هتحرقه لكن الكورنيا هيصور صح؟ يبقى هنا كلينيكال فيكشر اوف السرز هتكلم بأني واحده فيهم؟ كورنيا السر. يلا مع بعض ها خلناها يلا. ايوه بي دي ار بليب. فاكرين الكلام ده؟ يعني بين ستيتشنج بين دروب اوف فيجن ريدنس بيفر سبات نفس الكلام. كورنيا السر عادي جدا صح؟ طب اي السر معاه ايه؟ يوفيايتس صح؟ مع يوفيايتس. طب اي فايتس هتعمل ايه في العين يعني؟ جلوكوما. ايه ده؟ ده المنهج كله صح؟ انصر بيعمل يوفيايتس بيعمل جلوكوما صح؟ طب انت لو قالك لبيرن هيحصل ايه بقى زي ده؟ بيرفريشن. اب تو ايه؟ بيرفريشن صح كده؟ ممكن يحصل بيرفريشن اللي هي اسمها ميلتنج. يعني بيحصل ميلتنج اوف ذا كورنيا اب تو ايه كمان؟ بيرفريشن. ده بالذات مع مين قلنا؟ مع الالكالي. صح كده؟ كلام سهل؟ واضح؟ اخطر حاجه انا مش صغيرين الاكل بياكل ايه كمان؟ ليمبال ستام سيلز. فانت اهم حاجه تفحصها انا هزود على كتاب سنه ان هي فيها مهم. اهم حاجه تفحصها الليمبال ستام سيلز يعني الليمبس. كل ما تلاقي الليمبس بقى ابيض اكتر سكار اكتر ومحروق اكتر تخاف ان هنا معناها ليمبال ستام سيلز ايه؟ مات. بنعمل الفيدنج على اساس كده. يعني بنعمل الفيدنج على ايه تاكل الكورنيا وعلى ايه الليمبال ستام سيلز اتاكلت. يعني ممكن يبقى عنده الليمبال ستام سيلز مثلا يعني 180 درجه والكورنيا نفسها مش افكتد. ده راح في داهيه. فهمت الوضع مش واضح؟ ما عندوش ايه؟ ريجنريشن. بس كده يبقى عندنا هنا جميله جدا الليمبال اسكيميا اللي تلاقيها بياض فيها او يعني ستام سيل ديفيشنسي. يبقى الليمبال اسكيميا. سهل كده الكلام؟ يعني سهله؟ خلاص هنشوف صور ان شاء الله ليها ساعات تلاقيها اوريكم في كتابي يعني ان شاء الله بقى. هتلاقي كده الكونيا نفسها السكيره كلها ابيض. كل ما تلاقي سكيره بيضاء ما فيهاش فاسلز تخاف اكتر. ليه؟ ما انت حرقت ايه؟ الفاسلز. يعني لما تلاقي تحس العين ما فيهاش التهاب اصلا من كتر ما ايه؟ اتحرقت. صعب اسمها بورسلان كونجنكتايفا. عارفين بورسلين؟ او ماربلايزيشن اوف ذا كونجنكتايفا عامل زي الرخامه. او كوكت فيش اي ابييرنس. عارف ايه السمكه لما تحطها تحت النار كده؟ الفيتشوز تحت لونه ابيض جامد كده. مفيش اي حاجه ظاهره فيها خالص اسمها كده يعني. كلام سهل؟ تمام؟ تمام. بعد بقى اسابيع او حاجه يحصل ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ سكارنج. واحد محروق بني بعد كده تعمل ايه في الاخر؟ سكار. فدي ايه في الاخر؟ كومبليكيشنز. الكتاب مش كاتب الخانه دي. وبتسال في الامتحان سلايدز يقول لك ايه الكومبليكيشنز؟ هي كلمه واحده بس ايه هي؟ ها؟ سكار. في مين؟ يلا. في الليد ايوه. في الكورنيا ايوه. كونجنكتايفا صح احنا خدنا كونجنكتايفا؟ سكار كم كلمه؟ اربعه. برافو. واحد كيزز انتروبيان
زيروز اكسلنت يبقى هنا احسن اربع حاجات صح اديك عشان سكورينج. اعجز في الليد بقى لو قلنا بكونج تعمل حاجه اسمها انتروبيان لو حصل سكار في جيفت اكتر من كونج تعمل بيحصل حاجه اسمها اكتروبيان يعني يعمل اتنين مش ام زي كيو ده يعمل حاجه اسمها اكتروبيان صح ده يعمل حاجه اسمها انتروبيان حسب مين اكتر فيهم مين اخطرهم طبعا كونيا الايه سكار تاني حاجه في كونيا بيرفريشن صح شلون بيرفريشن دي تعمل ايه كومبليكيشن برافو عليك اند اوف تانايتس صح كده الريسك اوف اند اوف تانايتس سهلة كده خلاص هنا سهلة عندنا حاجة اسمها first aid management هنا تعالجوا ازاي يلا بقى اصطفيت الماء الحمد لله ده first aid ايه تعالجوا ازاي دلوقتي المرحلة التانية تعالجوا ازاي عنده ايه ألسر هو انطلق يلا بقى هيتعالجوا ازاي اتروفين antibiotics بس في تك هنا هو ده infected لا ده immune reaction صح لازم ادي excellent يبقى علاجنا هنا ها اتروفين antibiotics and ستيرويدز اسمها كلمة كده عادة يعني antibiotic steroid ointment اللي شايف فيكم حد محروق قبل كده بندي ointments أحسن وراهم أحسن بس soothing أكتر أي حاجة تانية هي بندي steroids مع antibiotics مع بعض ليه steroids عشان أمنع إيه؟ scarring وأمنع إيه؟ الالتهاب ده مش infection steroids are contraindicated in بس لكن immune reactions لازم أدي إيه؟ steroids عشان أهبط المناعة جامد جدا وأدي undercover of antibiotics عشان عندها بقى السمبليفر عندها كل الحاجات دي سهلة كده يبقى during the first aid management افتكر انت عندك الخطوة دي بعديها كورنيا افتكر انت كده كورنيا صح كده كورنيا كان كبيكتشر كورنيا كايه علاج زودنا بس ايه سترويدز انا زود عندك حاجة في الورق زيادة اكتر يعني انت بتشجع الكولاجين سينثيسيس ساعات يعني بدي حاجة اسمها انت مش كتبها كتب اسم يعني بدي حاجة اسمها كولاجين ستيميليشن فيتامين سي مثلا راس وقطرات وبق مش هيساعد الكولاجين اكتر يعني ببدي حاجه اسمها انتي كولاجينيزز يعني اكني بصنع كولاجين اكتر وبمنع ايه تكسير كولاجين صح اشهر دواء انتي كولاجينيز مش عارف يعني مش عارف تعرفيه ولا لا يعني تيترا سايكلين تعرفين الكلام ده تيترا سايكلين كان انتي بايوتيك عبيط جدا دلوقتي من اقرب ايه في حاجتين تانيين خالص تيترا سايكلين ده واحد من موديليتور بيلعب في المناعه ثاني حاجه انتي كولاجينيز ده دواء مهم عندنا دلوقتي بس انتي بايوتيك مش كده صار كده ليه مشاكل كتير يبقى ساعات انا هزود على الكتاب بقى دلوقتي ساعات بدي ستيميليشن اوف كولاجين وانهبيشن اوف كولاجينيز انتي كولاجينيز يعني اللي هي تيترا سايكلين الفيتامين سي عايز اقول لكم الحاله كده لو عايز كده منك يعني شيء كلام سهل كده في المرحله دي منتهى البساطه تريتمنت اوف ها كومبليكيشنز حسب انت عندك ايه ليه عاده بتبقى ايه يعني الاخر سيرش بروفايل صح كده هل ممكن اعمل جراحه بدري يعني هل في المرحله دي ممكن اعمل جراحه بدري طبعا لو حصل جلوكوما دي انتي جلوكوما دي بديهي بقى خلاص هل ممكن اعمل حاجه راحه بدري؟ لا بدري نادرا بيعمل حاجه اسمها لو عندك الليمبس متاكل قوي للدرجه دي مفيش ليمبس خالص ساعات بعمل حاجه اسمها ايه؟ ليمبل ستام سيل ترانسبلانتيشن بجيب ليمبل ستام سيلز بدري كده عشان يبتدي ينمو فعلا او جرافت ولا حاجه لو عندي بيرفكشن ده نادرا يعني بس الاصل جراحه فين؟ ليت سيرجري الاصل جراحه ليت مش ايرلي بس كام ساعه كده؟ تاني يلا بقى كيميكال انجست ذا اي يلا بسرعه ده نوعين واحد الف اثنين اسف مين اخطر؟ السببين واحد فاكر ان يحصل ايه؟ ديفريشن ثاني حاجه ديستركشن اوف ليمبل ستام سيلز فبيعمل مشكلتين مفيش جنريشن ولو عملت جرافت بس على حاجه زي كده يبقى الريسبونس بتاعها وحش مفيش ليمبل ستام سيلز لازم ازرع له حاجه اسمها ايه؟ ليمبل ستام سيلز كده سهله كده كلام جميل العلاج بتاعنا بقى العلاج احنا بقى رقم واحد فيرست ايد لازم كلمه ووتر او سلايم ما تاخرش خالص المستشفى سبيكولم انستيزيا ووتر قد ايه؟ تل ساعة نص ساعة اسأل سؤال واحد بس ايه دخل في عينيك عشان لو لايم او سيمت ما ينفعش حط ووتر في الاول اشيل البارتكلز بعد كده احط ايه؟ ما يقص هدوم اند نيفر يبقى في حاجتين ممنوعينهم بس كده نو نو كويس قوي المرحلة التانية انسر افتكر كلمة كوريا صح كده؟ تعمل يو في اي تعمل جلوكوم اللي هو الالكلي تخرج وليمبر ستام سيل يا سلام صح اخر حاجة سكار مية نار ليد كونجنكتايفا كورنيا زي ما تيجي مفيش قانون صح كده لو كونج سكار تعمل ايه ليد سكار تعمل ايه اخطر حاجه كورنيا سكار تعمل سهل كده خلاص سهل كده انجز رد عليا اظبط على الكتاب شويه عشان هم مش مزعلين يعني انا عايز ورقه صغيره عشان نخد عليها كده سهله الكتاب انا كاتب الكلام ده بس تحت بعضه يعني كاتب تحت بعض تحت بعض بس كده اسهل لكم بتاعي سهله تمام تمام يلا الكتاب تحت بعضه مشكله يلا اتنين دي اكتر ايمرجنسي دي اكتر ايمرجنسي كلمه ايمرجنسي يعني ايه صحيح كلمه ايمرجنسي يعني ايه
هو الميرج لوكو يعني ان هو يطلع فوق سي بقى لا يعني كده الميرج سي يعني انا كدكتور ولا دي ايمرجنسي معناها ايه اول حاجه لو سيكي غير نفكر كلمه ايمرجنسي معناها دو نوت ديليت تريتمنت برومبت تريتمنت كلمه ايمرجنسي بالنسبه لنا يعني برومبت تريتمنت سريع ايميديت تريتمنت معناها كده بلس ايه كده سريع خلاص كده خلاص اشطب اشطب هو محروق في عينه هثبته ازاي عشان الدكتور ما ثبته ازاي يعني بالوجع مش هيعمل ايه لا بيسمع في غلبان يعني لا بالعكس يعني بعدين يعني هو بروجرس بتاعه حلو ولا لا هو بروجرس بتاعه مش حلو حسب الدياجنوزس حسب ليه بس قد ايه اكل حسب مفيش عيان زي تاني خالص مفيش عيان زي تاني خالص امسح رد عليا امسح يلا اوبن جلو تاني ايمرجنسي انا خدتها انا شرحت عكس الكتاب عشان اشرح بالايمرجنسي مين اول ايمرجنسي كيميكال مين تاني ايمرجنسي عين مفتوحه دي اقل من كيميكال يعني عينك اتفتحت اقل ممكن عديها يعني ممكن اعمل عين تاني يوم اوبن جلوب مش اخطر من الكيميكال كيميكال اخطر بكتير خلاص كده اوبن جلوب انجري يلا عين مفتوحه بصوا بقى احنا بنقسم التروما خدته من ثاني فرنسي ما خدتوش فرنسي خد فرنسي ايوه ايران جميل كويس قوي خد فرنسي صح كده التروما في فرنسي بتقسمها ازاي؟ ايه مالك ايوه حاجه اسمها بلاند حاجه اسمها شارت صح كده؟ تحطوها كده صح؟ تحطوها كده فعلا؟ ولا خدته فريجن فيزيكال وكيميكال في كذا تقسيم عادي خلصنا كان انسى الفيزيكال ميكانيك ميكانيكا انواع ايه يلا هاي بصوا بقى في حاجات بتفتح حاجات بتفتحش حاجات كلوز انجريز حاجات اوبن انجريز مش خدتوا الكلام ده حاجه على جنب اسمها فاير ارم انجري مش خدتوا الكلام ده انت بقى فاهم خالص دلوقتي ان في كلوز والاوبن دلوقتي الكلوز نوعين يعني الخبطه نفسها نوعين ايدر تعمل حاجه اسمها كدمه كونتيوجن صح كده او تعمل حاجه اسمها بارشال لاسريشن يعني انت خدت كدمه قصدي خبطه بس ما فتحش الجسم بس يعني حصل فيه وون بس مش فول ثيكنس ده اسمه كلوز جلوب خدت الكلام ده نفس كلام خدت بوكس في عينيك خلاص كده حصل حاجه من اتنين لا تتفتح العين ما تفتحش صح كده اللي يحصل دامج جوه العين من غير ما تتفتح دي اسمها كونتيوزد اي ده شابتر بتاع ده كبير اسمه بلانت توماتو ذا اي بصفه عامه كده يبقى اول حاجه ايه كونتيوجن اوف ذا اي تاني حاجه اسمها بارشال لاسريشن خدت خبطه الكونيه اتفتحت بس مش فول ثيكنس مثلا كويس كده؟ دي انا سهل؟ كلام. حتى الكونتيوجن دي ليها نوعين خدتوها قبل كده، حاجه اسمها كروب، حاجه اسمها كاونتر. كروب. صح انت خدت خبطه هنا ممكن يحصل دامج هنا او دامج هنا، عندنا في الرمد كده ممكن يحصل دامج ات ذا سايت اوف امباكت او ايه؟ اوبت ذا سايت اوف امباكت. قواعد واضحه؟ يبقى عندنا كلوز لوب حاجتين، واحد كونتيوجن، اثنين بارشال اسريشن. ده انساه اللي هشرحه بالتفصيل جدا مين؟ كونتيوجن في حته حته بقى، ليه كوتش تايب كده يعني. بس كده؟ انتوا دلوقتي. اوبن جلوب بقى. هنا سؤال بقى انت فتحت عينيك بايه؟ بماده بلانت بأوبجكت بلانت ولا أوبجكت شار؟ عشان اسميك مش خد فورنسك عملت ريبورت لو فتحت عين في اوبن جلوب بس بحاجه مثلا بلانت تروما اسمها عندنا رابتشر رابتشر جلوب هنا فرقعت حصل رابتشر بس كده؟ لو فتحت العين او فتحت اي حاجه بحاجه شارب سكينه موس اسمها لاسريشن كم ده كده خطوط اسمها حته لاسريتد وند ولا حاجه صح؟ وند لاسريتد كلمة لاسريتد ميديكال ليجل يعني فتحت بحاجة شارب كلمة رابتشر معناها فتحت بحاجة بلانت كويس كده؟ طيب هاتوا بصوا حاجة لاسريتد بقى طب وزع بسرعة يلا ادي بقى الناس كده وزع بسرعة هو عندنا على المسكين يعني قبل بيقول الاسريشن المفروض يعني قصدي انتوا خدتوا الاسريشن كلها بروتو ولا ايه شورت؟ ايوه اسمها كات او ستاب يعني ستاب وكات بره الاسريشن بره الاسريشن حلو الاسريشن ده بلانت تروما بس كان شديد قوي لدرجه ان هو يفرق والرابشر دي ما تعرفش عندنا
يلا يا جماعه بس يلا. مين بقى الفتحه بعد كده بقى؟ اتخطف هاي ار مش كده؟ صح؟ كان في هناك كلمتين كل ده كل بصي معايا الكلام مفيش كلمه ولا بره كتاب الورق. بس عشان خاطر الجسم معايا. عشان هو احسن يعني. هو شابتر كده ايه كوميونتي قوي يعني. عايز قعده حلوه كده، قعده جورنال كده. خلاص؟ الجسم معايا، الجسم معايا. خلاص؟ طيب انتوا خدتوا فاير ارم مش كده؟ في حاجه اسمها بيرفريتنج وحاجه اسمها بينتريتنج. خدتوا الكلام ده؟ انتوا خدتوا الكلام ده. في حاجه اسمها بينتريتنج انجري وحاجه اسمها كات وونز. في حاجه اسمها بينتريتنج كات وونز وحاجه اسمها بيرفريتنج كات وونز. يعني فتحت الناحيه الثانيه ولا لا؟ صح مش خدتوا الكلام ده؟ ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ ايه الفرق بين بينتريتنج وبيرفريتنج؟ والله الرابشر اول حرف في الرابشر ايه؟ يلا penetrating كم ار؟ خد وقتك يعني penetrating كم ار؟ perforating مين عنده in to exit؟ perforating in it بس penetrating بس كده بشرط the same object ده الشرط؟ حطها في نفسك كده يعني دخلت في آلة واحدة عملت كده عشان لو آلة كده وآلة كده وآلة كده دي اسمها ثلاثة penetrating لكن لو كده اسمها perforating مش كان عندكم ريبورت الكبوم؟ ايوه عشان perforating ده انا كان متعه بالنسبه لي. هو كان متعه بالنسبه لي برضه. انا جبت كتب عنيفه قريت اراء وافلام ودخلت في حاجات وهميه يعني متعه. يعني شابتر ايدنتيفيكيشن ده خطوط ايدنتيفيكيشن ده اللي قايل منه ده شابتر رائع. رائع انك تمسك سكول تعرف راجل ست سنه قد ايه ده جميله. يلا ورق خلص ازاي؟ ورق خلص بجد؟ ايوه مين ما خدش ورق؟ ايه ده؟ لا معلش قول بقى قول كده 10 ولا حاجه عن كده قول مثلا 10 15 واحده ولا حاجه. اصل ناس كانت بتبيض على البيت وناس بتقعد تشخبط دلوقتي. الجزء صغير بعد كده سنه كده خدنا كده التقسيم العامه وبعدين بنتريتنج بنتريتنج اخر حاجه بقى دخل في العين او دخل في الجسم ماده وتثبت اسمها ايه دي؟ انترا اوكيلر فورن بايز. يبقى اقدر اقسم التروما كالاتي بصفه عامه محدش يبقى حاجه محدش يبقى حاجه خالص. ايدر ايه وايه يلا اهي كلوز لوب مصطفى قلم ازرق لو سمحت. ايدر يلا حاجه اسمها ايه اهي كلوزد او اوبن صح؟ الكلوز نوعين كونفيوجن او بارشال لاسريشن. الاوبن ايدر لاسريشن او بيرفريشن او بنتريشن اي واحده من دول وذ وداوت انترا اوكلر فورن بايت. دي التسليمه العامه. التسليمه العامه بقى صح كده؟ لو اشرحه دلوقتي انا بالتفصيل شويه مين هو؟ اوبن جلوب ده نص الشابتر ده نص الشابتر كله على بعضه. دلوقتي هشرح مين؟ اوبن جلوب. عينيه فاتحه. بس كده يلا اوبن جلوب انش. جاهزين؟ اوبن جلوب انش. دي تاني ايمرجنسي بعد مين؟ بعد الكاميرا. خلاص كده؟ انواعها اربعه زي ما اتفقنا. عندي اربع انواع اوبن جلوب. لو فتحت بحاجه بلانت عندنا في رمض اسمها رابشر. صح كده؟ او حاجه اسمها لاسريشن اللي هي نوعين ايدر بير فور صح؟ او بي نتريتنج اي واحده منهم من ثلاثه ويذ اور داوت فورن بات. يبقى دي اربع انواع بتاعتنا. يبقى عندي اربع انواع للاوبن جلوب صح كده؟ رابشر لا بنتريتنج لا بيرفريتنج او اي واحده من الثلاثه معاها ايه؟ فورن بات. كلام صح كده؟ فدي مستقل لوحده ده عنده فورن بات في جسمه دلوقتي. كلام صح؟ الايفكتس اوف اوبن جلوب انجري كام حاجه؟ يعني اي واحده من دول تعمل ايه في العين؟ كام حاجه؟ استنى كده من اللي احنا سنه مع بعض خلاص بقى خليك لذيذ يعني صح كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة في أربعة. بس كده؟ أربع أنواع بأربع إيه؟ إيفكتس. صح كده؟ تمام سهل؟ الإيفكت اللي حصل دلوقتي اللي هو التروما نفسها اسمها ذا ميكانيكال إيفكت، صح؟ اللي حصل دلوقتي حالا اللي هي فتحة نفسها. ودي اسمها ذا ميكانيكال إيفكت، احنا ساعات بنسميها ذا إيميديت إيفكت. صح؟ اللي هي عندنا إيه يعني في الطب يعني؟ كلينيكال بيكتشر. هو جاي بيها. صح كده؟ ليتر اون ممكن يحصل ايه؟ خدناها قبل كده يعني عند معرض جيلو ايه؟ عين مفتوحه في الشارع. صح اند اوف سانمايز خدناها قبل كده؟ اتشرحت. صح كده؟ لو الثانيه اتضربت اسمها ايه؟ كنا خدنا اسمها في اليوفيال تراكت. انت خدت خبطه هنا حصل مناعه ضربت العينتين فاكرين؟ سيمباثيتك اوف سانمايز. الكتاب مش جايب سيرتها خالص. هقولها في الاخر ان شورت من اهميتها بس. خلاص كده؟ يبقى دي ثاني حاجه. ده في اليوفيايتس مش هنعرف بالتفصيل خلاص. اخر حاجه ده لو اتساب في العين ممكن يعمل كيميكال ايفكت صح؟ لو دخل في عين واحد ازاز هيحصل ايه؟ يعني تراك الازاز جوه عينيك هيعور كل حاجه هيعمل ايه كيميائيا مع الجسم؟
انرجي يعني هيتفاعل مع ايه مع الجسم الازاز ولا حاجه ليه ليه انرت تراب اصله تراب انت اصلك ايه حبايب صح كده انا وتراب والازاز واحد انت اصلك تراب مين هو صح كده عادي جدا حبيبي يعني صح كده كام سهل كويس قوي لو داخل ازاز انر داخل حديد لا مش لا هيتفاعل هيتكسر فريق فارس صح دخل نحاس والله لو نحاس حر بياكل الجسم حاجه اسمها اسيبتيك اندوثالمايز عشان كده اي سبيكه مش نحاس حر هيحرق بس كده هتلاقي فيها كده حاجه اسمها ليد الوي شويه رصاص كده بس كده واضح كويس فانا عندي من الاخر كده اه هنا عندي حاجتين دلوقتي ايذر العين يخش فيها ايرون فور البودي وتريكن او يخش فيها كوبر الوي تريكن ده يعمل مرض اسمه شالكوزز كنا خدنا اسمه كده اسم بس كده في اللينز مره ما خدناهوش في اللينز ما خدناهوش في اللينز اه اسمه انا تعلمتني حاجه واحده بس ايه لا تجادل يا اخ عادي ما تجادلش خالص اي حاجه ما تجادلش خالص ما خدناش حد مش خلاص حديد اسمه ايه يلا ها سيد روز دي عين بتصدي دي عين بتنحس نحاس نحاس صدق نحاس صدق دي مساله كده الكتاب عمل ايه فول ستوب كده يعني الكتاب كده قال لك ايه ايرون فور البودي بيعمل حاجه زي الروزز كابر يعمل حاجه اسمها انا هدي تحت كل واحده من دول كام ساين مهمه احتياطي ان الشابتر ده مهم انا خايف الامتحان يتطرق جامد فيه يعني كام سنه كده فالكتاب مش شارح دي والكتاب كاتب دي ودي ايه اسماء فقط لدي وده بس فول ستوب انا هزود شرح شويه صغيرين خلاص كده مين خدناه بالتفصيل نيجي لده يلا ده شرح دلوقتي صح كده immediate effect يلا هتضرب فين؟ ايه اللي اتعور؟ يعني ايه الاورجن هتضرب هنا؟ يلا اهو سكين اهو اهو يلا ايه اتضرب؟ ذا مينز صح يعني ممكن يضرب ها واحد ليد ها كونجنتايف ها كورنيا ليمبس سكليرا زي ما يضرب ريتنا فيتريس كرويد صح؟ اللي هيضربه هيضربه بس سواء فتحت حاجه في العين هيحصل ايه في الاخر؟ العين اتفتحت فالايفكت ايه؟ يعني هو السايت اوف انجري زي ما يضرب صح كده؟ هيحصل ايه في العين بقى رقم واحد؟ هاي بوتني صح يبقى رقم واحد يلا ايه هاي بوتني صح كده؟ فيحصل في الانتي شيمبر ايه رايك انت؟ فتحت العين قدام كوني ليمبس اتفتحت الانتي شيمبر فاكرين بيرفريشن؟ هل احنا خدنا حاجه قبل كده عين مفتوحه؟ كوني بيرفريشن لو انت فاكرها هي نفس الساينس بالظبط هاي بوتني اند شالو انتي شيمبر صح كده؟ كويس ايه اللي هيزيد هنا بقى؟ هناخدها ان شاء الله في البلانتوما يعني انها ممكن تعور ايرس عورت ايرس ممكن يحصل نزيف نزيف الانتي شيمبر يحصل ايه؟ لفظ اسمه عندنا اهي هاي فيما صح كده؟ ان انا في ترو مش بس مش مجرد بس اللي اتعورت عورت ايرس يعني دي بلس ماينس طبعا كله بلس ماينس صح كده؟ اربعه انت دلوقتي لما يحصل مره واحده قطعت كده ممكن الايرس نفسه او السليل بودي اتفتحت دي من الشفط تطلع فين؟ بره بره العين يعني مثلا خبطه كده اهو انت قطع جرح اهو مثلا كده ده الجرح اهو صح كده؟ هيطلع من الحته دي ايه ها؟ ايرس صح؟ سؤال بقى اما يطلع ايرس كده مين كان هنا؟ بيوبل يلا شد معايا كده اهو صح؟ فتلاقي البيوبل نفسه اتغير شكله بيكت قطع حته في حاجه مختلفه وده اكبر دليل في الصوره ان في حاجه ايه؟ مشدوده ان البيوبل نفسه شكله غريب فكده ليه اتغير شكله؟ مش هزر معاك اكيد هو ايه؟ اتسحب فحصل حاجه اسمها يوفيل عاده او اكتر من كده يعني الخبطه جت ورا يبقى راتنا مش يوفيل بس لو انت عورت السكيرا ورا هيطلع سكيرا وكرويد وريتنا ساعات وفيترس بس القشه خطه بتيجي فين؟ قدام فيوفيل او راتنا او كرويد او فيترس ايه؟ برولابس لو حصل فيرا برولابس ده فتلاقي يحصل حاجه في البيوبل صح كده؟ بيوبل بيكينج او وات ايفر بقى زي ما يقولوا بقى بيكينج مش عارف شيء بيتغير اي حاجه صح كده؟ دي سايس بتاع بتاع مع بعض كده تاني انا بقى يلا فتحت فتحت مين؟ زي ما تضرب ليه كونجنتايفا لاند زي ما انت عايز السايد اللي هتظهر عندنا واحد هاي باتنج اثنين شانو تي شيم ثلاثة بلس ماينس هاي فيما اخر حاجة بلس ماينس يو في ار بلابس لو حصل كده ساين مهمة جدا معرفة بيها بيوبل كلام سهل كده خلاص دينا سهلة تمام تعال على دي بس فرق ده سانيكيا سانيكيا حاجة تانية خالص دي جريد الوقت خطر كده الوقت خطر ده لسه تخين جاي من خناقة صح كده دينا سهلة تعال على دي لو سمحت بس عشان الكتاب كتبها في حتة خبيثة جدا بيكينج بيكينج او ديفرنس سايز سايز شيب كده يعني البيك يعني كانه فيه من ماركت صح كده؟ سؤال بقى العين اهي
الخبطة فتحت هنا. ده اسمه ايه؟ يعني ده انتير رابشر وسير رابشر. برافو عليكم. هي في حاجة في الساينس دي؟ فكر براحة كده. هسألك انا سؤال. هايبوتني؟ طبعا. صح كده؟ برلابس؟ طبعا بس انا مش شايفه. صح كده؟ هيفيما؟ لا. بس في ساين هتثبت لي انه كده ورا. هو انت حصل شفت فين؟ ورا. ورا. صح؟ كيف ممكن يبقى داون؟ مش دي المشكلة في كيف هيبقى ايه؟ انا في شيمبر ايه؟ بالعكس ده يبقى ديب جدا. فانا هي عشان كده بتبقى في حتة كده خبيثة مش باينة. في حته كده عندك اوكل بسي روبشر ده بسميه عندنا اوكل روبشر ده مستخبي. فلاقي شيء مرشال لو انت ايه يلا ها انتيريور روبشر صح كده. لكن ممكن يبقى ديب لو انت ايه يعني من الاخر كده. لو انا سالتك سؤال ان اوكل بوستيريور روبشر صح كده صح كده ايه ساينس بتاعته؟ حاجتين ايه هما؟ ديب انتيريور شيم مع هايبوتني. يبقى هايبوتني مع انتيريور شيم مرشال بعد خبطه انت قدام. هايبوتني مع انتيريور شيم ديب بعد خبطه انت فين؟ وار. طبعا ده بتشخص بالسين سكان وقت وصلت. كم ساعه كده خلاص؟ دينا سهله. تكه تانية. لو الخبطه هنا اسمها سهله يا جماعه؟ انا بحرص الكتاب اللي قريته كتير قوي الكتاب بتطور جامد. جامد. دي احسن طريقه لما بيها. بس كده؟ تكه تانية لو دي العين فعلا هي دي العين كده اهو دي العين اهي. صح كده؟ تخيل الخبطه هنا فرقعت هنا. يعني هنا فتحت هنا سكيره فتحت هنا كده خلاص كده؟ واضح؟ كويس ازاي اعرفها؟ لو هي مش باينه ليه مش باينه؟ ان ساعات الخبطه دي تعمل قدامها سب كونتابل هيمرج جامد قوي. صح؟ نزيف هنا كده. معايا؟ فانا اللي انا شايفه ايه؟ نزيف. هنا كونجنكتيفا موجوده وتحتيها دم بس هي اوبن جلوب انجري صح؟ اه يعني العين نفسها كاوتر كوت اتفتح لكن الكونجنكتيفا مغطياه. بيحصل كده ساعات نادر بس بيحصل ساعات. فانت فتحت العين بس مغطيه بايه؟ كونجنكتيفا وتحتيها ايه؟ دم. انت ممكن تشخصها غلط كايه؟ صف كونجنكتيفال هيمرج. ده اسمه ايه عندي بقى؟ لو ده اوكلت بوستيرير ده اسمه ايه؟ اوكلت انتيرير. انت مش باين انت انتي مش باين. حد يستنتج نفس حاجه برضه اهي وممكن يحصل برضه يشالوا نفس الكلام صح؟ بس التك اللي زادت بس صغيره ات كود بي اوبسكيورد باي ا صف كونجنكتيفال هيمرج. فلو شفت حاجه زي كده المفروض تعمل ايه؟ دي التكه بتاعتها بس تعمل ايه؟ اكسبلوريشن. لازم افتح بقى الكونجنكتيفا دي اوصل ايه اللي تحتيها. هل ما انا شفت هايبوتني مع حاجه زي كده مع دم؟ لا يبقى في حاجه مفتوحه. صح لقيت بيك بيوبل يعني مثلا المنظر ده هو كان قريب قوي هنا. فبيوبل اتسحب هنا مثلا كده فهمت قصدي؟ مثلا بيوبل عامل كده واتسحب هنا كده. بس انت مش شايف جرح، انت مش شايف جرح. وفي صوره كده في الكتاب، انا هوريك صوره الكتاب ان شاء الله. هقطعها النت. يعني تلاقي كده مش شايف جرح خالص بس بيوبل مسحوب. ايه اللي سحبه؟ جرح. صح كده؟ فالاوكلت انتيريور هيبان ازاي بقى؟ يلا ها مع بعض يلا. ده الاوكلت ايه؟ بوستيريور. اوكي مش باين. واحد يلا ها يلا هايبوتني برافو عليكم تمام. شال انتي شيمر تمام برافو عليكم. بلس ماينس بيك بيوبل صح زي قدام. ايه بس اللي زاد مخبيه؟ بس هي دي اسمح سب كونجنكتيفال هيمرج. فبالتالي لازم اعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن. ده لازم يتفتح ادور على وند. ساعات يبقى فيه كلو يعني سهل قوي تلاقي الدم ده معرق بني. ليه بني؟ ايس. ده واضح خلاص بقى. ليه ده الدم كده فيه حتت بني كتير يبقى فيه هنا يوفيال كلابس فعلا. ده لازم اكسبلور بس. فدي في تكه هتيجي شيمبر ديب. ده في تكه ان في سب كونجنتيفال هيمرج اللي دايما يفضحهم عاده مين؟ بيوبل لو موجود. صح كده؟ مع هيبوبني بقى الخط. ده سهل. رد عليا خلاص كده كل الحته اللي في الكتاب بس متنطوره قوي. هنا مكانها طبيعي كده. سهل الكلام كده؟ مانجمنت بقى. الناس هتروح في الاخر بقى. هاو تو مانج ذيس كيس. نروح تصوروا وعايزين تصوروا على بعضها كده. بس كده هاو تو مانج ذيس كيس يا بقى. الحلقه دي هاو تو مانج الاوبن جلوب انج. يلا. واحد احمر اهو. احنا خدنا اول حاجه في الكيميكال في اتنين حمى صح؟ نو انتيدوت نو ووتر انليس اتاكدت مش لايف ولا حاجه ثانيه صح كده؟ هنا مع بعض يلا. ايميديت مانجمنت يلا. وات از ذا فيرست ايد مانجمنت؟ ايه اول ده سؤال ده سؤال امتحاني. انت بتتحمس جدا انا عندي على فكره مناسبه يعني انت جاي في بانيك اتاك انت عايز تشبع عين شويه يعني خلاص كده يعني بيلعب مع اخوه بيلعب مع صاحبه بيتخانق وتابل مره واحده الخناقه كده مره واحده لا حاجه نازله هنا صح وهو بيحس ان مش شايف حاجه هو جاي لك مخطوط جدا انا قاعد بتصفي كده انت مش عارف تسوق اصلا واضحه تمام. وات از ذا فيرست ايد مانجمنت دلوقتي عين مفتوحه انت ايه مفتوحه انا خايف يحصل ايه مين اكتر كومبليكيشن؟ انت ما مايس هتعمل ايه؟ يعني هتحط ايه؟ انتي بايوتكس صح كده؟ برافو عليكم. نو
صح كده؟ هي مش نور، هي نيفر. نيفر. توبيك اند فيك. هتقولي انتي باتك بقى، ماليش فيه. اي مفيش، اي حاجه توبيكال ممنوع، ما اضمنش. لسه فاتحها جديد، ما اعرفهاش. واضح؟ Nothing topical MCQ. هنتصرف ازاي؟ أول حاجة سترايب بانج، حط كده شيلد رمد لو سمحت. Don't touch. بس كده عين مفتوحة ها بانج nothing رد عليا topical. يبقى أول حاجة no topical أو تروح أول the first aid is إيه هي سترايب إيه؟ بانج. الأحسن بانج شيلد طبعا يعني تحط كده حاجة شيلد أو حاجة تغطي بيها العين يعني. كلام سهل كده؟ تمام؟ هيجي لك المنظر ده تفحص انت تعمل ايه ساعتها؟ الخطوه الجايه تعمل ايه؟ ما هو برضه عايز تدي انتي انفكشن براحتك ادي اللي انت عايزه بس ايه؟ برافو عليك سيستميك انتي بايوتيك بس كده سيستميك انتي ايميتيك لو رجع خلاص كده طيب سيستميك انتي تيتانس لو بقاله فتره ما خدش تيتانس يعني عايز تدي حاجه اديها ايه؟ سيستميك انت احفظها كده نو مع بعض ها نو طب كده انتي 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 بايوتيك انتي ايميتيك انتي تيتانس كلهم تحت كلمة ايه؟ سيستميك. يبقى الخطوة الجاية رقم اثنين سيستميك مش توبيكال. افتكرها مع بعض افتكر دي مع دي. بس كده سيستميك انتي اهم واحدة طبعا اهم واحدة مين طبعا؟ انتي بايوتكس. الباقي عادي بقى انتي ايميتك لو عايز ثاني حاجة ايه؟ انتي تيتانس لو ما خدتش تيتانس بقى فترة كبيرة ولا حاجة. تسأل على تيتانس يعني. كلام سهل؟ الخطوة الثالثة هنخلع عمليات. عمليات خلاص غطيت اهو. نوتنج توبيكال انتي خش عمليات؟ لا. ها يلا ها خلاص كده واحد بلاغ بوليس استخدم مع مراتي بلاغ بوليس بس الحالات دي بقى انت لسه ما حطوش يعني انتقاد فرنسي صح؟ اي عين مفتوحه ماليش فيه ما تسمعش القصه اصلا بس كده ما تسمعش القصه خالص عين مفتوحه ما حدش سمع بوليس حلق ما عنديش دعوه خالص هو يحقق معايا ماليش دعوه خالص اصلا هو ضربها ده كان زمان دلوقتي هي ضربته مش مشكله يعني خلاص كده خلاص ايه اللي حصل وقعت على السرير ليه قلت لك يعني انا اتعمي هو اتحبس وقعت على السرير اي حاجه مش مشكله مالكش فيه مالكش فيه مين يحقق واحد اثنين urgent CT لو دخلت عمليات الخطوه دي هتروح ده ان ممكن جوه في مول فيه ايه فورن بادي زي الهيمرج والديتاشمنت فورن بادي رصاصه ما اثبتهاش قبل العمليه انت اللي عملت كده هيوديك انت ما كانش في رصاصه ما فيش حاجه خالص مش هزار بيت كوليجا بس كده سي تي وتعالى دان تاني نوثينج توك سترايب سيستميك انتي بادي اعمل لي ماشي النضارة ماشي النيفر ايه بقى؟ نيفر ايه؟ يلا ها احنا قلنا نيفر توبيك نيفر ايه؟ على فكرة اي لاف يو ما اعرفش انا بحس لما سوق بحس ان انا يعني معلم تاني ضياع نيفر ايه؟ كفايه خميس يعني نيفر ام ار اي نيفر ام ار اي حاجة بعد الجوع بس كده لو في اشتباه حاجة حديد never MRI خلاص كده never رصاصة حديدة أي حاجة سكينة never ليه؟ حد عمل MRI كده؟ أيوه قلنا قبل كده أي العيال فيك MRI قبل كده ممنوع يخش بأي حاجة حديد مش بس كده ده لو مركب بيس ميكر ممنوع مركب سكروز في عظمه ممنوع ليه؟ ده الـ MRI is not ionizing radiation يعني إيه بقى الكلمة دي؟ يعني عارف اللي هو يعني عارف الاحساس متعلم يعني ده مش اشعاع دي حاجه بيولوجيكال بس هو بيحط فيلدز معينه هو بيكسر الميه هيدروجين او 2 كده ياخد الهيدروجين ايونز شده جامده الهيدروجين ايونز كده ويحدفها تاني الحدفه الثانيه دي اسمها اكتشن تايم كده يرسل لك تيشوز جامده قوي يعني الموضوع كله ايه منه فيه مفيش اي ريليشن خالص بس الحركه دي لو اي حاجه ماجنتيك ها هيتسحب معايا هيتحرك يعني زمان قدامي حاجه قدامي روحي قدام حياتي بس كده بس يا محمد مين مش قادر يخطوش تمام 30 ثانيه انتوا هناك خدتوا النهار كلكم يلا يلا تاني يلا بقى يلا
يلا عشان الدرس خلص النهارده الساعه 5 يلا عشان نخلص يلا عشان نخلص يلا خدوا ومركز كده يلا 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 ناخد اسبوع اجازه وبعده اجازه عشان الكوميونتي حرام احنا من اول السنه ناخد اسبوعين اجازه صح؟ اسبوعين وشويه مش كده؟ من اول سنه عملنا كده صح؟ صح؟ في بعد بس هناخد لحد جاي بس وخلاص المهم يلا معاك يا منابر يا مراعي صح كده suspected metallic foreign body انت مش هتفهم دي تصدق الكلمه مهمه جدا نيفر ايه تخيل زمان ايام الستينات كده 65 67 يعني اخر الستينات سبعينات كده كان في حاجه اسمها ذا ماجنت تيست اوكي اسمها ذا جوينت ماجنت تيست تخيل يعني تحس هتلر خلاص كده شبه الماجنت الضخم كده اهو ماجنت ضخم كده اهو حط ده من عين كده اهو اي واحد ياخد خبطه يشغل ايه الماجنت لو العين قاعد يقول اه 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 كده الماجنت هو يعني ليه اسمها كده اسمها ميس انجري انت عمال تحرك حاجه عمال تطحن جوه عمال تقطع كل حاجه جوه ما شاء الله خلاص كده يبقى نيفر ام ار اي ان سسبكتد يلا اهي ردوا عليا نيفر ام ار اي لو سسبكتد ايه يلا قولوا معايا بقى ميتاليك اخر الشابتر اقول لك انه هات الانجريز تسال شافي يقول لك قول لي بقى كده مع بعض كده ناخد واحده واحده ايه الممنوعات في الانجريز شابتر مهم جدا ولا فتحت الممنوعات قبل صح دلوقتي خلي بقى حاجتين ممنوع نو توبيكال نو لازم اعمل بتعمل الام ار اي في حاله واحده بس لو انت سسبكتد خشب بس الخشب مش هيبان في السيتي سكان عشان حاجه حيه مش اكتر من كده لكن اي حاجه ثانيه سيتي سكان بس كده ولا حسب اقول لك خبط خشب واقول لك الم بتاع اي حاجه كده بس كده خلاص ثاني حاجه بقى نو اي تمام نو كومبريشن يعني احسن الاحسن ما تبحصوش سيتي سكان تعالى لو سمحت عمليات على طول خش عمليات فك انت عايز بقى افحصه فين تحت البنج لان محاوله فحصه معظم الناس اغلب الناس على الجهاز هو بيعمل ايه دلوقتي؟ لا لا حركه عامل ايه دلوقتي هو؟ بيدوس بيفضي اكتر تيجي تبقى زي كده اهو فهمت قصدي؟ خلاص يبقى الاحسن حاجه الاحسن حاجه خلاص غطيه تمام سي سكان تعالى خش عمليات خد بنج افحص انت عايز فعاده الفحص بيتم فين؟ اندر انستنسي تو افويد كومبريشن خالص خلاص كده؟ يبقى نو كومبريشن معنى الكلام معناها ايه يلا اهي فحص فين؟ اندر انستيزي بس كده اندر جنرال انستيزي دي سهله دي سهله دلوقتي يا جماعه خد عليا تمام وصلنا خلاص بقى فحصنا هاو تو تريت بقى كل ده تحضير ده تحضير هاو تو تريت فعلا منتهى البساطه واحد سوتشر ان لايرز يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هو عنده كونيا وون خيط كونيا عنده ليمس وون خيط ليمس ليه ده خيط ستير عنده حته كاتراك شيب يعني حسب موجود عنده عالج قايت عنده بس توبوجرافيك يعني اناتوميكال يعني سهله سويتشر لير سهله كده تمام اثنين لو في فورم بودي شيله ازاي بقى؟ يلا في الخطوه الجايه فورم بودي ريموفل اشيله ازاي؟ والله بطريقتين ايذر بجفت اسمها ايه دي؟ فورسز مره جت ام اس كيو عنده جت ام اس كيو الكتاب مش كده بس جت ام اس كيو بس كده؟ او ماجنت لسه قايل ماجنت ايه؟ ما ينفعش ده انتراكلر ماجنت حاجه قد كده انا بدخلها 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 اوصل للفورين بودي عنده ساعتها اعمل ايه؟ افحص اشغله اشغله لحدها يعني يبقى ايذر لا ماجنتايزبل ممكن حاجه اسمها انتراكلر ها ماجنت صح كده؟ طب لو في سيجمنت في الفيترس او رتنا مضطر اعمل ايه؟ صح كده بتشيك ما حل بقى خلاص بتعمل فيتشكتمي لو في سيجمنت واطمن على الرتنا لو في تير ليزر صح كده؟ انت بتعالج على فكره عشان قلتها في اخر المنهج الناس مخدنا كل حاجه عشان فاهم بتكلم في ايه واضح كده كلام سهل يبقى هي خطوه عيونيه سوتشر لايرز حسب ما تكون هي فور اكزامبل كونيا وونز سبير وونز رقمتين فورين بودي ريبورت طيب لو انت عندك حاجه زي كده طالعه ايه دي؟ ايرس اي حاجه صح تتصرف فيها ازاي؟ لو انت عندك كولابس تيجي تتصرف ازاي؟ حاجه من الاثنين ايذر ريبوزيشن اور اكسيجن صح؟ بيزد على ايه بقى؟ حسب انت خبطت بايه وامتى وفين؟ يعني خبطت مثلا لسه حالا دلوقتي في المصنع غالبا مش انفكتد. نضفها ودخلها. صح كده؟ لا اتخبطت من ثلاث اربع ايام في حته فيها طينه مثلا غالبا انفكتد يبقى ايه؟ اكسجين. ده الدكتور بيقيمها ساعتها. الراوند ساعات يقول لك 24 24 يعني لو عدى 24 ساعه بوتنشالي انفكتد. لا ما تحسهاش لو. انت بتحبها ممكن 24 ساعه يعني خلاص دخلت انت في اصلا. الموضوع مش كده انت بتقيم الحاله فعلا كل حاله لوحدها وانت وايه بقى شطارتك
موضوع بتركك انت يعني واضحه يبقى ايذر ريبوزيشن روكسيجن او ريلابس تيشو فورين بودي ريموفال سوتشر ليرز هنقف على كده كده بقى في كده بس انا قلت هشرح ايه كمان الحته الجايه دي كده مش كاتبها لو انت بيوند ريبير يعني ايه يعني العين اتدمرت تماما يعني ايه يعني نو بي ال مش احتمال يعني لو بي ال مش عامل كده لو نو بي ال مش كفايه ولو جيت تخيط مفيش اناتومي حتى يعني مش عارف تفون شيب يعني لو خيطت مفيش عين اصلا مفيش شكل عين فانت بيوند ريبير اناتوميكال شكلا اند بيوند ريبير فانكشنال وظيفه صح هنا انت خايف من ايه وجود الخبطه الجامده قوي دي في ريسك بيعلى لمين سمباثيتك اوفثالمايتس تاخد قرار صعب جدا اللي هو ايه ماشي العين بس كده اسمها بروفيلاكتيك كلمه كبيره جدا على فكره انوكيليشن صح كده بس ده بشرطين ايه هما ومع بعض مش اور ايه هما نو بي ال ان بيوند ريبير مع بعض يعني بس كده تعمل كده احنا تمام رفع ايدك صعب جدا قرار صعب جدا ده لو بي ال بيقول لك عندي امل يو كان نيفر ريموف ا سينك اي صح فالنو بي ال طب هي النو بي ال ممكن اصلحها شكلا صلحها شكلا ان هي احسن ما تفيش الاي شكلا فهمت قصدي كده يبقى النو بي ال اند ايه بيوند اناتوميك ريبير هعمل حاجه اسمها بروفيلاكتيك انوكيليشن حط في ذهنك بس القرار ده لو هتاخده لازم تاخده خلال اسبوعين عشان كده ليه عشان ده هيتكون يعني ده الباثولوجي بتاعه محتاج اسبوعين فانت هتاخد القرار ده عشان قبل ما يحصل الكلام ده يبقى خلال قد ايه 2 ويكس يبقى اخر حاجه هنا ان بي صغيره عايز كده ان بي بس عشان تقدر الحين ولا حاجه لو سالت يعني بروفيلاكتيك انوكيليشن اف هي نو بي ال اند بيوند ريبير وذين 2 ويكس ده كده مش كاتبها يبقى كام سنة كده؟ تاني يلا بقى تاني كل ده بشرح حاجة واحدة بس ايه هي؟ immediate effect اللي هو clinical picture جالك بإيه وعلاجه إيه؟ معايا يا جماعة مش معايا؟ خلاص؟ يلا تاني مع بعض يا جماعة عشان نتناقش مع بعض الأوبن لو إيدج كام نوع؟ كام نوع أصلاً؟ أربعة واحد rupture penetrating perforating كل واحد منهم with or without foreign body صح كده؟ الـ effects كام حاجة؟ أربعة واحد immediate mechanical effect endophthalmitis sympathetic ophthalmitis chemical effect of foreign body عندي سؤال خبيث جدا سؤال تحريري discuss the clinical features of intraocular foreign body يلا سؤال كده بالظبط عايز جيبه نفس الحاجات دي تاني خلاص discuss the clinical effects of intraocular foreign body طب هو عشان يخش لازم يبقى اوبن الاوبن انا عايز اجيبها نفس ده اللي هما ايه؟ الهايبوتومي والشادو بس فورم بادي هل ما حصل ديكوريشن ولا حاجه تمام هما اتنين صح هما قالوا بس مع بعض كده هو مش قصدي حاجه هو ده نوع من ايه؟ اوبن لوب اوف ذيس ذيس از ا تايب اوف ذيس وات از افكت اوف ذيس This. The force is. صح كده؟ ليه اما اسال السؤال ده فورين بودي؟ اه سيدروز الشاركوزس. طب هو دخل جوه العين ازاي؟ السؤال ده بتسال الناس يقول لك لا هو قال هو سالني فورين بودي بس ما هو فورين بودي نوع من ايه؟ ما هو اسمه انترو اوكيلر حضرتك اوبن صح؟ اوبن جلو فالافكت فورين بودي انترو اوكيلر كام حاجه؟ اربعه. يعني ممكن يعمل دي وممكن يعمل دي وممكن يعمل دي وهيعمل دي مش بس دي. مش بس دي فهمت حاجه يا جماعه اتس ا تايب اوف اوبن لوب ايج عشان اصل كده تكتب اربعه يعمل كذا وكذا 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 ده نوع منه كلام صح كده تمام تمام تاني ميديا ديفكت يلا بقى مع بعض يلا هين هين يلا حسب خبطه ليه ده اتنين انا عايز احفظ دول بقى عشان دي حاله في الامتحان واحد علقها عندك بكل البرفريشن دول حاجات كده في العين مفتوحين صح يلا واحد هايبوتني انتي شيمبر شالو هزود بقى تروما تروما عورت ايرس يطلع هاي فيما سحبت يوبيا سريبيا في اللابس خدت معايا مين؟ كيوب في عندي اثنين اوكلت اوكلت انتيرير اوكلت بوستيرير اوكلت بوستيرير ده اجيبه ازاي؟ برضه هايبوتني ديب انتيرير شيمبر طب الاوكلت انتيرير برضه هايبوتني انتيرير شيمبر شالو نفس الكلام زي ده بالظبط بس هيغطيه سب كونش هيمرج التكه اكسبلور فور ذا وونز طيب كده ساعات عايز اكتب هنا كلمه زياده هنا كمان الحته دي كده ساعات يبقى عشان تعرف في فورم بودي جوه ولا لا يبقى حاجه اسمها سايت اوف انتري بس ساعات العيان بينكر اتخبطت عليك قبل كده خالص حلقه قديمه مثلا حاجه تلاقي خرم في الايرس
اللي يخلي خرم في الايرس اكيد في ايه حاجه ورا مثلا يعني حاجه اسمها سايد ادفانتج. كام ثانيه بقى كده خلاص اتحفظ تريتمنت بالترتيب بتاعنا بقى تريتمنت نهايه نو توبيكال اقوم بعمل ايه سترايب باندج نو ام ار اي اقوم بعمل ايه سيتي سكان نو كومبريشن اقوم بعمل ايه فحص عند الانستيزي ثلاث نهايات كده العلاج نفسه ثلاثه برضه واحد سوتشر ليرز حسب الحاله برولابس اكسجن او ريبوزيشن ثلاثه فورن بودي ريموفال ولو ورا تشكني واصلح الرتنه صح بلس ماينس انكريشن مشرطه بحاجتين شروط ووقت within 2 weeks هنا سهله صوروا يا رب سهلة؟ هو كبير شوية؟ كتير بقى درس كبير شوية؟ كتير كتير معلش شفت شفت سهلة؟ يلا بقى بعدين يلا يا جماعة بسرعة جدا بسرعة جدا جدا يعني الكتاب كده خلاص أنا كده خلصت الكتاب أنا كده خلصت الكتاب خلاص؟ اللي جاي ده زيد عن إيه؟ الكتاب بوق على ده بسرعة بوق على ده بسرعة بوق سريع جدا خلاص يعني أكتر بس حاجة سريعة جدا كده كده خلص اوكي سيدروزز شال كوزز سيدروزز يعني ايه ريتيند افكت اوف فورين بودي اوف ايرون صح شال كوزز ريتين فورين بودي اوف كوبر الوي برافو عليك ايه سايز بقى مين اخطر اصلا لسه شايفه مين اخطر الحديد ولا النحاس النحاس مش معنى يعني مش يعني النحاس هسيقول لي يقول لي ليه عايز يصدي هيتحول لايه يعني ايه صدى يعني ايه صدى اوكسيديشن اوكسيديشن فريق فارس صح كده يعني بقى النحاس صدى بقى ايه ما بيصديش طبعا ده بيصدي ده بيترصد ده بيترصد بيغير لونه بس بيترصد ما بيتفاعلش فعلا يعني فمين اخطر باي فار مفيش مقارنه اصلا يعني طبعا ده طبعا ده بيتفاعل مع الأنسجة وبيدمرها تدمير النحاس بيترصد بس صح؟ هيترصد في حاجتين في الديستال سمبرين اوف ذا كورنيا وفي اللانس هيترصد في الممبرينز بيس الممبرينز عايز حاجة بيس بالممبرين فعندي حاجة في اللانس اللي هو كبسول يعني وعندي ايه؟ في الكورنيا النحاس لو حد شاف حاجة نحاسة مركونة كده حد عارف كورنيا عامل ازاي؟ هات حاجه نحاسيه كده احطها كده اركنها في الهواء كده فتره كده تخضر جولدن كده لونها ذهبي ايه او كده فعلا لونها جولدن اخضر فاتح مع جولد كده يعني لونها كده فعلا صح سبحان الله فعلا بص بقى ادي الكورنيا اهي وادي اللانس اهي صح كده هتلاقي الكورنيا بيترسم على طرفها كده بص كده اللون خدناه بكده الاسم ده على فكره كل ده لون كده صور بقى في الكتاب كل ده جولدن كده لون ذهبي جامد قوي على الجنب هنا كده دايره جامده كده اهو كايزر فريش خلاص ايوه ليه اسم عندنا اسمها ايه اسمها كايسر فلايشر رينج خدتوها فين قبل كده انتوا برافو عليكم اشمعنى خدتوها في ويلسون ديزيز ما هو ويلسون كان عباره عن حاجه اسمها اندوجينس شاركوزز صح ليه موديفيشنسي اوف سيروبلازم اللي كان بيشيل مين الكوبر فالكوبر يبقى زياده يعني هو شاركوزز بس جاي منين من جسمه في اكزامبل لي ويلسون ليه قلت كلمه ويلسون دي ان في شاطر عندك اسمه سيستميك ديزيز كاتبها كده ويلسون شوز ايه في العين كايزر فلايشر مش كده شرحتها خلاص كده عشان مش عارف سيستميك ديزيز يبقى عندنا فور اكزامبل ويلسون ديزيز ده اكزامبل ليها او فور دي اسمه ايه شاركوز تاني حاجه بترسل في اللينز كاتاركت بيحصل كاتاركت لونها كده انا جايبها صوره في كتاب اكستريملي رير الصوره دي نادره قوي يعني هتلاقي الكاتاركت نفسه عامل كده اهو عامل زي الورده كده خلاص كده ولونه فعلا اصفر واخضر كده شويه عامل زي ورده شكلها كده اصلا ورده اسمها ايه سان فلاور فايه عشان لونها كده يعني عامله شكلها كده ولونها كده سان فلاور كاتاركت اسمها بالعربي اسمها بالعربي ورده اسمها ايه بالعربي ما اعرفش سميتوها في مصر عباد الشمس
هي اسمها ايه في اي حته في العالم؟ دوار الشمس. في العالم كله بلا استثناء اسمها دوار الشمس. ان ايجيبت اسمها ايه؟ ايه واي؟ انا ليه؟ زيت، زيت ايه؟ دوار الشمس. في مصر زيت ايه؟ انا مش فاهم ليه؟ حتى دي غيرناها ليه طيب؟ فين عباد هنا في الموضوع؟ صن فلاور. هي بتقعد مين؟ دي ليه؟ يعني صدفة؟ لو هم عباد الشمس صدفة؟ ما غريبة جدا اسمها ايه؟ صن فلاور، دوار الشمس. هي بتلف مع الشمس بس. خلاص كده كلام سهل؟ دي سهلة؟ خلاص كده تمام الحمد لله. يبقى تشاركوزس حاجتين، يلا واحد كايزر فلايش. يبقى يبقى لك حاجتين ان ك كبر ها كايزر. اصل دي حاجة اسمها فلايشر. ايوه ايرن في مين؟ في الابيثيليوم. في مين؟ كراتوكونس. فلايشر ايرن ان ذا ابيثيليوم اوف كراتوكونس. كايزر فلايشر كبر ان ذا ديسمنتس ان شاركوزس. كده كان معمولها قبل كده دي سكيم سكيو صح كده؟ هات بقى دي هتترسل هيحصل صدى العين ماشي العين ايه؟ صدى مع بعض يا ربع جاهزين؟ يعني هنا هيبقى اللون اغمى ولا افتح؟ اغمى يلا ايرس يغمى حاجه اسمها هايبر كروميا يعني لونه اغمى شويه هايبر زي ما الهتانا بروست فاكرين الهتانا بروست؟ يحصل هايبر كروميك هيتيرو كروميا اسمها كده هايبر كروميا او هيتيرو كروميا كويس كورنيا شوية بيجمنتس في الكورنيا عامل زي كي بيز كده فاكرين كي بيز؟ الاسم بتاعها اسمها كروكن بيرج سبيندل مش مهمة دلوقتي يعني ايرس ايه يعني شوية بيجمنتس في الكورنيا شو الاسم شو كروكن بيرج سبيندل شو شو بس جاي يبقى الايرس هايبركروميا والكورنيا شوية بيجمنتيشن كده صار كده؟ انجل الموضوع يعني انجل انجل يعني ذا انجل اوف ذا اي خلاص؟ احنا خلاص المنهج خدنا في مرض واحد بس والله جلوكوما مفيش كتير يعني هيحصل الانجلات يقفل يعمل ايه؟ جلوكوما جلوكوما تمام لينز هو مرض واحد والله في اللينز كات ايه ده؟ يعني ميه بيضاء؟ ميه زرق ودي هتغمق صح مين اهم كومبليكيشن بقى؟ ريترا ريترا يحصل في ايه؟ حد يعرف يجيبها؟ اخدنا ريترا؟ حد يعرف يجيبها؟ طيب هل احنا خدنا حاجه اسمها هيريديتي ريتا ديسوردرز هيريديتي ريتا ديسوردرز مالها البيجمنتوزا بقى احنا قلنا ساعتها ايه قلنا في حاجه بتترسل في الرادز وتدمرها بنسميها احنا ساعتها سكند بيجمنتوزا او سودو بيجمنتوزا نسخه من البيجمنتوزا شكلا وموضوعا انفستيجيشن وسيمبتومز وساينس ان ايفريثينج زي مين بالظبط؟ دي اهم كومبليكيشن دي ريفرسبل حاجه اسمها سودو او سكندري ريتينايس عشان كده بقى عشان كده اي واحد عندك اشتباه في حديد في عينيه نيفر هعمل ايه؟ صح؟ نيفر صح؟ بس غصب عني بقى اي واحد عنده اشتباه حديد في عينيه لازم اتابعه بحاجه اسمها اي ار جي ليه؟ عشان لما انا مش انا شلت فورم بودي بس لسه في بقايا كل ست شهور كل سنه اي ار جي عشان ابتدي يتاثر يبقى لسه عنده ايه؟ فورم بودي جو كده فافتكر كده الحديد ممنوع ام ار اي لكن بحط مكانه اي ار جي يبقى تاني سيدروزز الكلام ده كله مش في الكتاب بس كايزر فلاش دي مكتوبه فين؟ سامي ديزيز لاوسن ديزيز تاني بقى شالكوزز يعني كابر الوي اثنين واحد سان فلاور كاتراك اثنين كايزر فلاشرينج ده فين ده؟ ديسمنتس السيدروزز نحاس ماي بيضاء اسف في حديد صدى ماي بيضاء اللي بذاكر فيه كان حاجه اسمها راس سبوتس كمان كانت حاجه زي راس سبوتس على اللينز يعني اللينز عندك دوت تلاقي فيها نقط صدى كده على اللينز بقى كاتراكت يعني انا عندي كاتراكت مع راس سبوتس وجلوكوما كوريا شويه بيجمنتس ايرس هايبركروميا خلاص سهله كده تمام اللي يهمني جدا مين؟ رد عليا فافتكر كده ماي بيضاء ماي زرقاء باتا دول اهم ثلاثه ماي بيضاء ماي زرقاء مدمر وراتا حاجه شبهها ايه؟ البيجمنتوز سهل الكلام؟ سهل فور بودي؟ خلاص؟ تمام ماشي كويس انا النهارده هطول كده صح؟ اه ما قلناش
بالنسبه لنا مش هو كتاب كتبها اسم بس في الفيديوهات من غير شرح وفي الانجز مش كاتبها شرح خالص خالص النهارده هدي بس فكره عنها صغيره عشان بس لو جت ايه غير ولا حاجه ايه اسمها انا مش فاكرها كتير هي صفحه عندك في الكتاب هي صفحه بس يعني هنحاول ننجز بعد المره عشان مش سيمباثيك اوفثالمايكس اسمها واضح يعني ايه سيمباثي طعف هو ايه اللي حصل بريك انا اسمعه تركزوا معايا اسمعوا خلاص اللي حصل كالاتي دي عين ودي عين خلاص كده العين دي خدت خبطه دلوقتي بينتريتنج تروما اوبن لوب اخطر حته تضرب في العين على الاطلاق ذا دينجرس زون اوف ذا اي از ذا سيلري بودي اشمعنى اكتر حته فيها تكديس بيجمنت هي اكتر حاجه فيها بيجمنت كرويد عشان حجمه اكبر لكن البير يونت اريا سيلري بودي فالخبطه فيها مثلا حته 5 سم تفرق جدا معايا 2 مللي تفرق معايا جدا عشان فيها تكديس خلاص كده هي من الدينجرس زون اوف ذا اي او لحد ام اس كيو سيلري بودي خبط سيلري بادي او اي حاجه في الجسم في العين يعني بس مينلي سيلري بادي هيطلع في الدم يوفيال بيجمنت يوفيال بيجمنت ده انا عارفه الجسم عارفه وسالف انشن وكل حاجه زي الفل انا عارفه كل حاجه بس عارفه بكميه معينه في حته معينه تيجي في الدم بكميه كبيره لا بالنسبه لي جسم غريب فالمناعه اتعرف عليه كده ايه ده لا دي المناعه دلوقتي اهو سمحت في انشن غريب اهو هنعمل حاجه اسمها انشن بروسيسنج وتطلع حاجه اسمها انتي كان وقتها بكده عارفه زمان انتي يوفيال بيجمنت صح المده هنا اسمها ذا ليتنت بيريد اللي اتعرف على انشن انتي بوديز كام والله من اول 7 6 ايام الى 60 سنه كده خلاص كده مرض مهم جدا يعني من اول اسبوع الى 60 سنه معظم حالات اسبوعين ثلاثه ماكسيمم شهر شهرين ده معظم حالات لكن ممكن واحد عنده 60 سنه وعنده بدايه المرض ده هسأله سؤال دي حاجه اتخبطت في عينيك انا يا ابني بيت على طول والخبطه كانت امتى؟ من 60 سنه ريبورت متخيل؟ بس في الامتحان مش ليه كده لو هتيجي الامتحان اصلا كده مش كده بس هتيجي في الامتحان هتبقى خلال مده ايه؟ اسابيع شهور الافريج بيريد بتاعتنا statistically speaking 2 weeks that's why لو انت عايز تاخد قرار انك تمنعه دي تشال في قد ايه؟ 2 weeks منها هنا؟ لو اتاخرت عن كده خلاص الجسم ايه؟ غالبا عمل انتي بودي فلو شلتها طلع خلاص صح كده؟ طلع بيجمنت انتي بيب بيجمنت اهو انتي بودي هو البيجمنت في انهي عين؟ الاثنين هيهاجم دي ويهاجم دي صح كده؟ يعمل حاجه اسمها ايه في الاخر؟
يوف يايتس مع بعض كده. واحد it is a it is chronic بعد مدة it's a chronic bilateral نوعها granulomatous. لما قلت لي granulomatous يبقى حد يستنتج هلاقي الساينز اسمها ايه الكي بيس نوعها ايه مودرن فيت ممكن الايريس نديولز خدناها قبل كده زمان ده صح. يبقى لما قلت لي granulomatous يبقى في نديولز granulomas and mountain fat كي بيس صح. اخر حاجه بقى طب ايه اللي هتضرب ايريس ولا سيلير بودي ولا كرويد كله مين في بيجمنت كله بس ما ايه دي كرانيوم برافو عليك. يعني من الاخر هيقول لك نوعها ايه مع بعض اتس ا بايلاترال كرونيك granulomatous كرانيوس صح صح كده. اللي عايز اعرفه حاجه واحده بس حاجتين يعني قصدي ساينس وتريتمنت. الساينس از يوفيايتس نص بالنص. من الفرق ايه الفرق ان دي اكسايتنج اي ودي حاجه اسمها سيمباثايزنج اي صح. اكيد فرق بالاثنين فرق واحد بس ايه هو ما في ايفيدنس اوف تروما بس الاثنين مضروبين صح اعرف اه دي اللي كانت ضربت دي كانت ايه سيمباثايزنج. يبقى از يوفيايتس بس عندي ايفيدنس اوف تروما ان ذا exciting guy. صح المعلومه دي معلومه ثانيه. انت كدكتور بقى عايز شخص ايه هنا بدايته ولا اتاخر عايز شخص بدري. فانا هشرح لك بس حاجه واحده لو قلنا التينيوفيتس ايه الايرلي سيمتوم والايرلي ساين عشان اجي حاله الامتحان. لو واحد خد خبطه في عينين يمين بعد كده بعد اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه الشمال شوز صح دي حاله الامتحان. انا عايز تركز ايه اول شكوى واول ساين ان بعد البق ده از فايه الايرلي سيمتوم ان ذا سيمباثايز ايه الايرلي سيمتوم وايه الايرلي ساين صح كده. هنا قلنا ايفيدنس اوف ايه تروما صح غير بعد كده از يوفيايتس واضحه. ايه بقى اول شكوى اول حته مليانه بيجمنت مين سيريبود يلا يحصل سايكلايتس الاول صح. ايه الايفيدنس اوف سايكلايتس وايه المصل اللي جوه سيريبود حد يستنتج بقى عايز يشك منين. اول حاجه يقول لك بص العين دي بتدمع ليفر سبازم فوتوفوبيا صح بلاب مش بي دي ار بلاب يقول لك مش عارف ليه كده الكلام لا مش واضح ليه مين الضرب فين اللي ماصل يعني حصل مشكله في مين سواء سبازم او فيليا الاثنين يقول لك الدنيا مش ايه مش كويسه يعني سواء ريتيتد او راحت فكده في عادات الشكوى كده يقول لك بلاب اند ديستورب نير دي عادات اول شكوى. ليه بتتاكل هي اول كده الدرجه دي ليه يعني كده مش كده خالص ليه مهم قوي الدرجه دي مين الدكتور اللي مركز بس كده العين دي لو جالها شويه لاكريميشن فوتوفوبيا بزغل النير ممكن مرض فيتال زي ده ده عين بلايننج هيك الاثنين ده المناعه بتحارب الدين. انا عايز افكس اوف الامتحان لو جت الامتحان لو جت او سالت شكوى ولا حاجه نتيجه خبطه الثانيه اشتكت المنهج كله نقله العين دي هم مرتين بس اللي خدوا معايا رمض ده نبتدي في عين روح الناحيه الثانيه هم حاطين منها كله كابيرنا ساينس ترومبوزس ثاني واحده ايه فازو كويس قوي بتحل لك ايه ذا رايت اي شوز بعد شويه ذا ليفت شوز. النقله دي في الامتحان عندنا كان سنه رابعه اهم واحده كابيرنا ساينس ترومبوز ثاني واحده اللي هي تمني شويه سمباتيك وفالمايز بس كده مش كده بس كده يبقى إيه كده عندك نقله العين من حته لحته كابيرنا ساينس ترومبوزس ثاني حاجه سمباتيك وفالمايز. اخر حاجه بقى تريتمنت ايه رايك انت العلاج الاساسي بتاعه بروفلاكتيك ولا كيوراتيف الاحسن ايه بروفلاكتيك بس سمحت ايه بس الدارات الثقيله دي وانت بتشتغل بتكتب جوجلز مثلا صح كده. طب لو حصل خبطه فعلا لو حصل خبطه في اول اتاك دي اللي هي دي لو سمحت اعمل سوتشنج محترم ليه لو انت مثلا عنده كولابس تيشو وانت اي كلام يعني ايرس طلع اهو كده مثلا يعني خلاص كده وانت خدت اي كلام على ايرس يعني خدت جولز على ايرس كده ايه المشكله ايه المشكله مين ما خفش ده مين ده مناعه انت عندك ايرس محبوس صح اسمها ايرس انكارسريتد كده المناعه دايما ايه كريتيتد بلاش في فورم بودي اهو ما شلتوش مين سيريتيتد مناعه لو سمحت انت ازاي تمنعها انت تخلي مناعه تهدى انك تعمل كلمه واحده بس بروبر ريبير يعني بروبر ريبوزيشن او بروبر اكزيشن بروبر سوتشرينج اللي هو فورم بودي ده يتم كويس ما تعملش كويس ده بزود الريسك اوف ايه سمبثيك فالمايز. اخر حاجه لو انت بيوند ريبير او اي حاجه هيحصل لك برضه ريسك عالي بتعمل اول حاجه بروفلاكتيك انك ليش يعني من الاخر تريتمنت بروفلاكتيك كلمه ها بروبر ده انت قصدك ده اهميته بروبر ده كويس قوي كل خطوه مهمه جدا عملتها كويس اذا بتقل كلام سهل كده. طب حصل يلا ده بروفلاكتيك ده لو حصل كلمه واحده بس دي مناعه ولا انفكشن؟ مناعه
تريتمنت immunosuppression بعنف topical systemic steroids كفاية و immunosuppressors بعنف aggressive topical systemic steroids with immunosuppressive therapy. بقى في الامتحان بقى هتسألين او ثلاث اسئله كده. اول سؤال، طب حصلت الاتاك، حصلت remove this eye، يعني حاجه في حاجه اسمها curative inoculation. خلاص بقى هتعرف دورها امتى prophylactic. سؤال، السؤال الثاني، الاسئله دي بلس بتاع عندك ورقه بس بلس ماينس كلها بقى اسئله شفويات كده. بقول لك انت وديه prophylactic ايه inoculation. طب ليه مش إيفيسريشن؟ في خلاف دي بقى، إيفيسريشن ولا inoculation؟ انا قلت ايه؟ حد فاكر الفرق بين الاثنين ولا لا؟ inoculation بوصل اوبتيك نير بحط على بعضها، إيفيسريشن بفضيها. ليه inoculation احسن؟ عشان اطمن ان انا بص النهارده في المرايه، بص النهارده في المرايه، انت بص النهارده في المرايه، بص على بياض عينيك كده هتلاقي بالذات عند الفيسلز في بيجمنت ظاهر كده. هتلاقي كده نقط بيجمنت كده صغيره، ايه ده؟ يعني في بيجمنت فين؟ في الايبس كليرا. ده نورمال على فكره، لو انت عملت ايفيسريشن لسه الانتيجين موجود، فيها خلاف ان القد بتاعه صغير قوي يعني، فيها خلاف، بس معظم الناس هتفرض عليه تعمل ايه؟ انك ليش اشيل كل الانتيجين وخلاص. السؤال الثالث، لا خالص طبعا، السؤال الاول مش هيعمل حاجه، ما في ناس فيها خلاف، بس معظم الناس قالت تعمل ايه؟ مش احسن احتياطي، دي ريسك عالي. اخر سؤال مستفز جدا، سؤال يعني مستفز جدا، يقول لك ايه؟ طب اقول لك ايه اللي يحصل في عينيك يمنعك من سبيتك اوفثالمايتس؟ الاجابه طبعا ايه؟ ان شاء الله انت اكيد يعني. يعني ايه اللي يحصل في عينيه في الخبطه؟ الخط خبطه ان هو صح؟ ايه اللي يحصل في عينيه يحميه ان يحصل نفس سبيتك اوفثالمايتس؟ في ناس قالت في ناس قالت ايدز. ما فيش بنعمه خالص بقى، ايدز بقى. يا دكتور العين اتدمرت يعني حصل مثلا بصر. يعني ايه اللي ناليفايز ذا ريسك؟ خليه صفر نسبيا. لو حصل ايه في العين دي مع الخبطه يبقى ما فيش ريسك ان اوفثالمايتس. فيش ريسك اوف سيباتيك اوفثالمايتس. انا قلتها لو حصل اند اوف ثالمايتس فعلا ليه؟ يدمر يعني ان الباسكال ايه؟ الانتيجين. يعني هو لو حصل معاه اند اوف ثالمايتس طب ما الانتيجين مش موجود خلاص، انت كلته خلاص. كل ما اداش ابويات بقى اللي هو ايه؟ واحد كده عامل فاكر هوب اساله ايه؟ يعني مش فاهم بصراحه يعني خلاص هنا حصل اند اوف ثالمايتس عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني خلاص يعني؟ بتقعد انتوا عندكم على جنب كده بتقعدوا على الشمال كده صح؟ كده الانفلاميشن اللي فايز ذا ريسك حاجه كده. اه اوكيولار سابيوريشن. اه كده اوكيولار سابيوريشن دي كلها شفويات يعني. خلاص الصفحه دي كلها اصلا مش في كتاب، الصفحه دي كلها مش في كتاب الاسم، الصفحه دي كلها هو بس كده عندها كلمه صغيره في اليو في ايز سهله. يبقى كده بسرعه بقى مع بعض كده خلاص اوبن كلوب على بعضها. يلا هناخد بس حته كده بلانت فور وخلاص ان شاء الله يعني. هي كلها نص ساعه وخلاص. مش قادرين؟ دلعنا بسرعة. معنديش مانع. بس في دي رجالة. ايه بقى؟ من أربع رجالة نخلص الشهر. أنا معنديش مانع خالص. هو لو ناخد بادري إذا عايزين. أنا خدنا دلوقتي شقين. خد إيه؟ كيميكال والأوبن جلوب. هو مين يعني؟ أكتر إيمرجنسيز. صح؟ خد البلانترو دي عبارة عن إيه؟ يلا. يلا أوربت، كونجكتايفا، ليد. كورنيا، سبيرا، انتي شيمبر، ريتنا، فيترس، كورويا. بس صوره لبعض كده، صوره لبعض. مش كبيره بس هي نقله كتيره كده يعني. ما عنديش مانع بس بديل لاربع جاي نخلص بقى. ساعه بقى، ساعتين، ثلاثه، ماليش في دي بقى. تاخد الوقت صح؟ اصل لو اتفقنا انا مش هصدق. يلا اوبن جلوب انجي سهله. اربعه في اربعه صفحه سهله بس كده. صوروها يلا عشان نخش حته البنك يخرج. عشان بس يلا يا جماعه. لان تروما تو ذا اي. صور بقى. ماشي. ما انا ما
بدأت متأخر النهاردة. بس يا الأربعة ونص طب كويس؟ خمسة وربع كويس كده؟ خمسة وربع أربعة ونص على خمسة وربع كويس؟ خلاص 44 دقيقة كويس؟ 45 دقيقة؟ I can't resist not being with you. هناخد حبة صغيرين. We can't resist عادي يعني. أمزح؟ إيه لو تعبت طبعا؟ لو تعبت حاجة تانية. لو تعبت قولي طبعا. لا خلاص أنا هشغل اللابتوب عادي خلاص صور بقى. يلا بس بس معلش 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 ده بتاعك صح؟ عشان ما نقعش معاك. يلا يا جماعه بلان تروما تو ذا اي. بصوا اول صفحه عندكم ورق، انا الورقه دي هصغرها لكم شويه عشان الكتاب يعمل سكتش عشان ان شاء الله. اول صفحه دي البلان تروما كلها كويس؟ هتلاقي بقى كده بقى اربع خمس صفحات الحاجات المهمه، يعني الحاجات المهمه هنا كتابة بالتفصيل بعد كده، فهمت حاجه؟ يعني ده الحاجات اللي هي سرد بسرعه 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 والتاكه بتاعته، يعني مثلا اوربت في تاكه، اوربت تاكه 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 صح؟ كلمه غلطه غلطه، هي كلمه غلطه بس هيكيمه، لا دي مهمه. المهم لك اسم هناخدها بالتفصيل. اللينز مثلا سبلكسيشن مهمه هنا بالتفصيل. سب كونش هيمرج، فبعد كده الحاجات اللي هي مهمه شرحها لوحدها. فده جدول عام سريع. المهم في ده عايز شرحها اكتر كاتب الواحد. خلاص كده كام سنه كده؟ تمام؟ تمام يلا. معلش معلش. انا عارف حاسس. معلش. يلا نقفل دول. في اي لحظه حسن تعبان مش عارف تستقبل قول لي. ده ساعة. تعمل إين أوف تالمس، يعني عكس بعض، يعني عندي تروماتيك إين أوف تالمس يعني تخش جوه، وعندي تروماتيك إكس أوف تالمس تعبر. الأخطر طبعًا بمراحل مين هي؟ تروماتيك فروكتوزس، هي نتيجة حاجة اسمها ريترو بالبر هيمروج، يعني إيه؟ هو خد غبطة فنزيف حصل ورا العين، خطر ليه ده؟ لا غير الأوربت، ليه يحصل نزيف في الأوربت خطر جدًا؟ الأوربت أوضة مقفولة، صح كده؟ لو حصل يقعد يزيد 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 مفيش مخرج للشارع صح؟ في نسيج في الاوربت يهمني جدا، لو دوست عليه يموت. نيرف في حاجه اخاف منه يعتبر بسرعه جدا، مين هي؟ ارتري صح؟ يعني عندي مرض حاجه اسمها سنتر ريتن ارتري اوكلوجن اند اوبتيك نيرف كومبريشن صح؟ فدي امرجنسي. يعني بعد كده تاني اوربت الهيمرج تروماتيك ايه؟ فروكتوزس صح؟ ده الخطوره في كلمه ايه؟ optic nerve compression. فاكرين الفتكات؟ نفس فكره الضغط جامد يعني صح كده؟ nerve compression and arctic lotion. الحل ايه ساعتها بقى؟ لو فعلا عنده retro bubble hemorrhage الحل كالاتي، باجي الحته دي كده اهو وافتحها كده
خلاص ده اسمه the lateral canthus of the eye بالانجل اوف ذا اسمه canthus خلاص كده بقطعه كده قطع كده اسمها lateral canthotomy ليه عشان ده بيطلع فين في الشعر اكتب الاسم وقف على هنا انا اقول لك بحاجه ليك انت مش عارف بس هو البلوك اوت فراكشر بيعمل ايه بالظبط لا حاجه ايه عادي حاجه ايه بالظبط حاجه خلاص كده هات حسب lateral اللي هي اهي canthotomy اكتب الاسم فول ستوب انا هزود لك حاجه كمان sometimes نضطر نعمل حاجه اسمها lid disinsertion عشان بعد ليه زودتها عشان تعرف دي هي emergency يعني ساعات بنعمل حالات كده اهو ادي الجفن مش بس بقطع هنا كده لان بقطع هنا كده واخد المقص واكمل اقطع الجفن كله يجيب الجفن كده في الشارع كده على جنب كده بحيث الدم يطلع اظن انت فهمت دلوقتي معنى optic nerve compression or occlusion جفن ايه المشكله plastic surgery انا قطعه انا قطعه كدكتور برايمري صح خدته زي الفل مش حاسس بحاجه خالص عند كريز وخدته تاني ايه المشكله لكن اقطع الجفن خالص لو عايز وسقطت هنا معاك كده واضحه الكتاب بقى في حاجه بس هي lateral ايه كطف حسها بعد بقى يبقى ريترو باربر هيمج او اوربيتال هيمج سهله اوكلر ايمرجنسي بعديها خايف على مين يلا بسرعه اوبتيك نيرف ارت علاجك ايرجنت lateral كان طف سهله الحاجه الثانيه الاخف حاجه اسمها بلو اوت فراكشر ليه دي بقى دي ليه دراماتيك ايه بقى المره دي ايه نوف تايمز بصوا لو انت خدت كوره كبيره جدا كوره مثلا كوره قدم مثلا حاجه الخبطه دي اللي بيصدعها الوش كله صح اما تبقى اصغر شويه زي كده مثلا كوره التنس المشكله في ايه ان هي اصغر من كده كمان لو هي بس كوره سكواش ولا حاجه لان كلها تتدمر لكن كوره التنس او بوكس فيست كده الحجم ده او كوره التنس اكبر من الحجم ده صح ده حوالي 4.5 سم لو انت عندك خبطه اكبر من 4.5 سم الحته دي كده اوربت اهو 4.5 سم ادي خبطه جايه كده صح حصل كالاتي الخبطه الجامده دي مره واحده كلوزد كافيتي الضغط يزيد في مين في الاوربت يفرقع بص اللفظ بلو اوت فراكشر هيفرقع فين الاوربت اضعف حته في الاوربت خدناها قبل كده في الاناتومي زمان ماشي كان في حاجه ثانيه اضعف في ايوه اشمعنى فلور كان في هنا في الفلور لو انت فاكرين كان في حاجه زي جروف طويل جدا هواء كان ماشي في ارتري ونيرف كان بيفتح هنا كده انترا اورتال ارتري اند نيرف ده عباره عن كانال هواء بس بيحصل فرقعه فعلا في حالتين فلور اند ميدل وول برافو عليك انا عندي نوعين فراكشر دلوقتي ايذر بلو اوت فراكشر اوف ذا فلور بلو اوت فراكشر اوف ذا ميدل وول صح كده؟ ده النوعين بتوعنا يعني الاشياء فلور بس كده الميديا وول تعمل حاجه واحده بس انت غلطت الميديا وول اللي هيطلع الهواء يطلع من الساينس في الشارع يعمل ساينس اسمها سابكوتينس انفيزيما خدتوها قبل كده اللي هي كريبتس خدتوها يعني كيف اي حته بقى اي حته يعني ان الهواء يطلع فين تحت الجلد يبقى ميديا وول فراكشر فالساينس يطلع هواء يعمل انفيزيما يعمل كريبتس فول ستوب علاجه ايه لو سمحت بلاش نوز بلوينج بس هيخف لوحده نوز بلوينج مش بقى ينفخ كتير بس كده مش اكتر من كده هيخف لوحده خالص يبقى الميديا وول فراكشر سهله ها انفيزيما كريبتس بلوينج السلام عليكم يعني في سايز اكتر بقى انت كسايز دلوقتي بقى انت في الاوربت صح في الاوربت خلاص اللي اكتر كسايز من هو فلور مركزين اللي هو الصوره دي بقى ليه هنا سايز اكتر شويه المنظر اهو انت خدت خبطه اقدم حاجه الاوربت صح كده فرقعت انا هحطها على الجروب هحطها على الجروب ان شاء الله يعني خلاص العين الضغط عالي فرقعت تحت مين العضله دي انفير رياكتس ومعاها انفير اوبليك لو عايز كمان هنا حصل فراكشر فيتحبس هنا فعندي ساينز زياده دلوقتي بيحصل ايه حبس المسلز في الفراكشر صح بيسموها انترابمنت اوف ذا مسلز تفش عليها كده اهو سؤال بقى اللي عندها قد ايه كل عضله دي تشد كده تشد ازاي تحت كده يبقى هتشد كراتي كده صح وكده مش عندي تحت كده اهو هشد كده فحصل اينو ثالمس صح تاني حاجه هايبو تروبيا يعني العين رجعت ورا وتحت يبقى اول ساينز مع بعض اينو تالمس هايبو تروبيا لو سمحت يا فندم بص فوق ليه مش هيعرف العضله مالها كلبشها يبقى تالت ساينز تاني واحده ليميتد اب جيز طب هو بص فوق فعلا دي هتبص ولا لا التانيه هتبص دي هتبص لا بقت عين كده وعين كده صح قاعد تشوف كام صوره اثنين اسمها ايه الساين دي؟ ديبلوبيا سؤال فيرتيكال ولا هورزونتال؟ يبقى نحفظ التلاته مع بعض اينو تلمس مع هايبو تروبيا واحد دي الشده اثنين ليميتد ومعاها فيرتيكال ديبلوبيا برافو عليك ثلاثه مين ماشي هنا؟ كانال كان فيها ايه دي؟
نير انفرا اوربيتال انستيزيا وعورت ساينس طلع هو يعمل كريبتس انفيزيما. يبقى عندي 6 ساينس. يبقى الميديال وول ساين واحده ايه هي؟ كريبتس. هنزود 5 تانيين هنا عشان العضله دي موضوع العضله ده صح كده. تاني مع بعض يا جماعه تروماتيك يا نهاية كل معايا عشان حصل بصوره توصل للتروماتيك ان اوف تالمس اند هايبرتروفيا ليميتد اب جيز وذ فيرتيكال ديبلوبيا انفرا اوربيتال انستيزيا اند سيرجيكال انفيزيما صح كده. بص العيان عامل ازاي. العيان عامل كده اهو. لو سمحت بص فوق. بص المنظر كده ايه اهو ادي القبضه ماشي خلاص. العين اهو لو سمحت بص فوق. دي بصت اه وعنده هنا كدمه جامده وكل حاجه ورمت حاجه. العين فين اهي؟ هي داخله جوه السنه ومش عارف يبص فوق. مش باينه داخله جوه السنه صح؟ مش باينه قوي قوي. بعديها واضحه في خبط اهو صح؟ مش باينه داخله جوه السنه قوي قوي. واضحه دلوقتي؟ خلاص اظن واضح داخله فين؟ جوه السنه. يبقى عندي انوفثالمس اند هايبرتروبيا ليميتد اب جيز زي ما اتفقنا. سهل يا جماعه كده؟ خلاص. علاجها طبعا ايه يعني؟ هي بون سكان يعني سي سكان وكده وبون ريبير في الاخر. مش عليكم التفاصيل يعني. سهل كده خلاص؟ يعني مع بعض عشان نخلص منه عشان نحفظه صور بقى. اوربت حاجتين ايه هما؟ يعني بلان ترومات اوف ذا اوربت ها؟ هيماتوما فراكشر. مين اخطر؟ هيماتوما. خايف من ايه؟ ارت اكلوجن اوبتيك نيرف. علاجه لاترال كونسلتنت. خلصنا؟ انا الشابتر ده بس كده اهو. احنا قاعدين كده. النوع الثاني روماتيك انوفثالمس نتيجه لوات فراكشر نوعين ميديال وول او فلور. مين اكتر؟ فلور. سته ساينز. الثاني كام ساين؟ واحد. افويد نوز لو. سهل كده. ادي المنظر اهو. ادي هنا فراكشر. ساعات بيسموا الساين دي تير دروب ساين. اكن في دمعه في الساينس. اللي هي مثلا نازله في الساينس يعني. اكن دمعه في حاجه. سهل كده. فراكشر لاين خلاص. سهله. ادي البون ويندو. ده سي سكان بون ويندو. ادي فعلا عامله زي حته مصل داخله شايفينها؟ بس كده اسمها تير دروب دمعه ولا حاجه. هو ايه؟ سمول ساين. ايه الايه؟ مش شويه التهاب يعني بس مش فراكشر. سهل كده؟ كام سهل؟ سهلة؟ سهلة اوربت؟ ليت. قبل ما اسالك امتى انت استنت كده لو واحد خد خطه بلانت اهو بلانت اهو بيحصل في كيف؟ اديما خط فرنسك بقى كونتيوجن اسمها ايه في الليت؟ ايكيموزس خطوها؟ دم تحت الجن؟ ايكيموزس صح كده؟ او يتمسع دي الحاجات او توزس ثلاث اربع حاجات. بصوا ايه ساين دي؟ يلا ها ليت هيماتوم علاجها 24 24 24 ساعة ايه؟ واحد خد خبطة في رجليه 24 ساعة ايه؟ كمادات ايه؟ ساعة صح. وبعدين 24 ايه؟ دافية والله؟ انتوا في ايه؟ انت لما تتولد في حاجة 24 ساعة تانية عشان ما يحصلش نزيف صح كده؟ بس هيحصل نزيف غصب عنك صح كده؟ بعدين 24 ساعة سخن ليه؟ عشان تموت نزيف الحصى. طيب دلوقتي 4 ل 10 4 ونص لا يعني النص ساعه بتعدي كده لا ما بتعديش كده وربع خلينا في النص وتلت بس يلا بس يلا طب اخلص الادنكسه طيب يعني خلص يعني نيت كونجكتيفا طيب ونخش على الكورنيا و ليت كونجكتيفا كورنيا سكليرا واللي جوه العين المره الجايه يعني من اول انتي شيمبر اسمها يعني حاجه كده تبقى يعني هتبقى حاجه كبيره بقى دي شيمبر ايفيما سبلكسيشن شرح حلو كده خلاص على السكليرا ونو دان دان ده اقل من 10 دقايق بس انا خدنا سيره خلاص يلا بقى جيس خلاص بقى خلاص بقى يلا هيماتوما تاني حاجه ممكن يحصل ايه والله هي كلمه برضه غلطتها زي ما اتفقنا هيماتوما دي لاسريشن صح؟ برشا ثيكنس انا هسالك سؤال واحد بس انت عارف حاجه واحده بس مين اخطر افتح الجفن هوريزونتال ولا فيرتيكال هي كلمه واحده بس يعني مين الووند اللي في الجفن اسوء؟ ليه فيرتيكال؟ اصل هي لو خفت تعمل سكار كده صح؟ هتشد الجفن فين؟
الشارع ده حاجه اسمها ايه دي الاكتروبيا اللي هي لاج اوف تايمز. لكن لو عورت كده اهوت مش هيحصل حاجه هتغير عادي جدا. يبقى انا عارف كده ليه الديستريشن كلمه الوومن كلمه ها فيرتيكال اسوء مش عايز اكتر من كده فيرتيكال اسوء ام سي كيو فيرتيكال اسوء خلاص تمام كده خدت الليت خلاص انا بزود على الكتاب على فكره انا بزود لكل حاجه اهميتها ايه بس. يبقى الهيمرج بعد اوربت كلمه ايه هيماتوم زي دي مثلا دي احنا هنا جدا دي ولا حاجه ده ممكن يروح اصلا خالص الهوريزونتال وند احنا هنا جدا الخط كله في مين في الفيرتيكال وند زي دي الفيرتيكال دي خطر هتخف تشد لبره فكده يبقى الفيرتيكال وند اسوء زي دي مثلا تمام واضح اظن واضح اظن واضح. بص حصل ايه جيبنج مسلز يعني بص الهوريزونتال ما حصلش حاجه تبع المسل صح لكن الفيرتيكال هيفتح جامد جدا زي السكالب ده كده بقى الفيرتيكال اسوء بكتير سهله الصور اسهل كويس يبقى الليت احس كلمتين يلا ها الهوريزونتال فيرتيكال مين اسوء فيرتيكال. تاني حاجه بص حاجه اسمها تروماتيك توزز يبقى قلنا هيماتوما ممكن يحصل وند توزز التروماتيك توزز اما ناخد توزز ان شاء الله هنعرف ليه اسباب خلاص بمنتهى البساطه انا هقولها خد بس كده بسرعه كلمه كده ممكن ميكانيكال اديم هيماتوما ممكن باراليتيك ان عور العصب نفسه خلاص كده عرف لي عنه حاجه بس حاجه واحده بس تروماتيك توزز مش عارف دلوقتي خالص يديله ست شهور يخف بعد كده عادي انه عنده هيماتوما هتخف اديما هتخف نيرف هيخف يبقى عرف لي الوند كلمه ها فيرتيكال اوحش صح كده توزز كلمه ها ست شهور سهل كده وهذا الميكانيكال ابراليتيك ست شهور سهل كده كلام تمام برافو والله الموضوع سهل ما تخافوش يعني سلت رد عليه سلت كونجنكتايف مهمه مهم خلاص كده اديما ماشي لاسريشن ماشي دي اللي تهمني سب كونجنكتايفال هيمرج ده يهمني ليه ان هما نوعين تركيز لو سمحتوا بقى هي دي لاسريشن مش مهمه خالص مش مهمه خالص ده مش مشكله بقى اصلا يعني خلاص ده هيمرج صح هنا سؤال بقى ده سؤال يهمني بقى السب كونج هيمرج ده كده هل الهيمرج ده نتيجه كابيلري او فيسل ان ذا كونجنكتايفا فرقع ولا ده عنده فراكشر بيز اوف ذا سكال والدم اتجمع هنا ونازل على العين كده ده سؤال لما تلاقي عين حمرا خدت فراكشر بيز صح؟ خدت فراكشر بيز مش كده؟ كويس قوي انا سؤال العين الحمرا دي هل هي فعلا نزيف نتيجه الكونجنكتايفا نفسها ولا فراكشر بيز؟ السؤال كالاتي واحد البيز فين؟ هنا البيز فين؟ اهو وبيقول لي كده يعني هو كده محترم انات بتاع مين؟ بتاع العين صح كده يبقى غالبا ده مين فرع؟ عين ما هو جاي من الشارع من حته ثانيه مش هيحترم اي حاجه يجي وسخ في اي حته بالعكس هيبقى البيز اكتر في مثلا اهو وناس هنا اقل صح كده يبقى البيز تورز ذا ليمبس انت غالبا ايه؟ كونجنكتايفا بيز تورز ذا فور نيكس داخل لك بايبكس انت غالبا ايه؟ فراكشر بيز اهم حاجه بقى ذات اي كان ريتش ذا ليميت ان هوسع كده سنه هوصل لنهايته انا شايف اوله واخره ده مين اكيد كونجنكتايفا مين مهما مشيت معاه مش هجيب اخره فراكشر بيز يبقى واحد بيز توردز ايه ثاني حاجه دي تهمني جدا اي كان ريتش ذا ليميت ده مين على طول كده خدتوا فريندز المكان الوحيد في جسمك كله لو حصل كونتيوجن ما يتغيرش لونه خالص يفضل احمر من الاول للاخر ليه؟ طب هو كان فراكشر بيز يلا كام ساعة كام يوم ونزل لي بعديها هيبقى لونه ايه؟ اسود متغير صح؟ يبقى ده اكيد ايه؟ ده اوكيلر صح؟ انه احمر زي ما هو يبقى لونه برايت ريد ولا دارك ريد؟ انت قصدك برايت ريد ناحية مين؟ اوكيلر دارك ريد ناحية مين؟ فراكشر بيز اللي جاي بقى سهل جدا عنده نيرف بولسي عنده ديسترب كونشسنس يبقى مين؟ فراكشر بيز كرامنا في السكال تاخدوها يعني يعني عنده اذر ساينز اوف فراكشر بيز من ضمنها حاجه اسمها بلاك ايز راكون ايز خدتوها قبل كده اللي هي باندا ايز وكده يعني سهله يبقى انا السب كونش اهميته في كده واحد دم في كونجكتايفا واحد ايفر اوكيلر او فراكشر بيز اهم فرق اهم فرق لوكال بوستيريور ليميت تاني حاجه لونه اهم فرق عامه ساينز اوف فراكشر بيز سهلة وصعبة يا جماعة. تاني حاجة تبني في السب كونش هيمرج قلتها في البريتريك تروما ان ممكن ده يبقى تحتيه ايه؟ اوكي ترابشن فلو لأي شك تعمل ايه؟ اكسبلوريشن دي التاكة التانية. خلاص؟ الحاجة التالتة احفظها قاعدة كده. سبونتينيوس هيمرج. ذا كومنست كوز اوف ده ايه؟ تروما وذر اوكلر او فراكشر بيز. قال لك انا صاحي الصبح انا احمرت. فيري كومن على فكرة اهينا.
فيري كومن. انا ما اروح يعني حمرا قوي كده هتقول له ايه؟ حمرا وحلاوه عادي جدا صح كده. هتقول له ساعتها تقول له ايه ساعتها؟ سبونتينيس اتخبطت فيها خالص. تقول له ساعتها قاعد عامل كده سبونتينيس سيرج الاصل فيها ولا حاجه. هايبر تنشن كفيل فرقعت كحه جامد فرقعت وفي كف والحاجه صح. لكن الخوف ايه بقى؟ ريكورنت سب كونجيمرج ريكورنت هايفيما ريكورنت فيتريس هيمرج ريكورنت هيمرج ريكورنت هيمرج سبونتينيوس رعب. يعني لو كل شويه يحصل حاجه زي كده كل شويه يحصل حاجه زي كده مش هتحصل كده هتفكر في ايه؟ تيومرز ترومبوسايتوبينيا لوكيميا. يعني انتوا مذاكرين كويس بطن عامه يعني لو انتوا حاطين فكره يعني كده ذا انيشال ساين اوف لوكيميا از سب كوتينيوس فيتيك. اول ساين اوف لوكيميا كده كده نقط دم تحت الجلد. ايه السبب؟ مش عارفين يعني مفيش بليتلتس. فانا عارف هي سبونتينيوس هيمرج او حاجات عامه هايبر ده الاشعه يعني هايبرتنشن وبين كاب حاجه كده. لكن ريكورنت سب كونج هيمرج ريكورنت هايفينا اي ريكورنت ايه هيمرج سبونتينيوس سيرج فور تيومر اتاك في كلمه ريكورنت عشان هو برده ايه ده بقى لا 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 ما حد قال كده بس حاجه فيري كومن. الاصل عادي الكح اي حاجه الخيط لوحده خالص سهله سهله سب كونج ده مين فيهم؟ ده اوكلر تروما مين فيهم؟ اوكلر تروما مين فيهم؟ ديفنتلي اوكلر تروما. ليه؟ شايف كله صح كده شايف كله كويس. ده غالبا ايه؟ فراكشر بيس صح كده كويس قوي. ده اكيد غالبا ايه؟ فراكشر بيس طبعا طبعا صح كده اللي هي باندا ايز يعني او راكون ايز ده حوالين الراكون اهو اللي هي بايلاترال بلاك ايز او باندا ايز صح كده سهله؟ خلاص والله خلاص بليز less than 5-10 minutes less than 5-10 minutes هتبقى عارف اقول ايه less than 5-10 minutes خلاص كده الكونيا اهي انا على حاجه واحده بس رابشر دي ده كله اهي يعني كونيا ابريج كونيا انسر فورين بودي صح كلام عبيط جدا كده هتلاقي كده كلام تحت بعضه يعني دي مثلا ابريجنال انسر صح تقريبا ابريجن جبتها ليه عشان افكرك احنا خدنا انسر ابريجن صح اه الاثنين لوس بلاستر فاكرين الكونيا ليه الاثنين لوس بلاستر يعني لو ده جه هنا هيتبعض صح كده والاثنين بوزيتيف ريسيف لون اخضر خفيف اهو الفرق بينهم ايه جريش وايت انفيلتريشن عشان سؤال في الامتحان الابريجن بوزيتيف ريسيف مفيش ابيثيليوم بس كده عشان بس كروس الصوره يعني فده كوني ابريجن عادي جدا ماشي بوزيتيف ريسيف اهو بفكرك هو ابيثيليوم بس اللي واقع فاكرين بس برضه عنده لوس بلس بوزيتيف ريسيف ده كوني فارن فادي اكتر حاجه اللحام ولا حاجه ودي اكتر حاجه تشوفها امتياز فاول اسبوع امتياز خدت امتياز رمض دي اول حاجه تعملها في حياتك خلاص دخل في عينيه رايش حاجه اسمها اكسترا اوكر او ميتاليك فورين بودي مش لابس النضاره بتاعته ده حديد بس كده هيديك سرنجه يقول لك شيل العين ده من ايه الرايش من عينيه اول ما تتخرج تاني يوم امتياز حط كده السرنجه اهي 10 سم يا شباب طب انت بتقول لعيني ايه ما تخافش خالص ما تخافش خالص بس عشان ثبت راسك ده اللي بيحصل دخل بسرنجه جوه عينيه وعايزه يثبت متخيل ده فيري كومن ده سهل جدا وايه ده سهل دي سهل جدا شوفوا كورنيا 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 دي دي اول نسيج في الشارع تفتكر يبقى كده ايه دي صحيح كورنيا كورنيا اتمنى دي ممتعه جدا اقدر اشيله بطبق حاجه عارف بتاعت الودان دي هو لو سطح قوي هتعمل كده تقشر خلاص كده مثلا لا داخل جوه شويه هتجيب سرنجه وتشيله داخل جوه اكتر حاجه اسمها دايموند بير حاجه كده بتلف عارفين حاجه زي شنيور كده بتلف كده اللفه اللفه دي بتقشر حته من جوه حسب الدرجه يعني او لو هو بس مجرد لازق على سطح قوي شويه يعني اي قطره اي قطره واعمل فلاش كده هيقع يبقى ازاي تشيله واحد ها فلاش اكتر شويه كوتن تيب ابليكيتر اكتر شويه سرنجه مين؟ لا ولا حاجة، أنا خلاص كده أهو، اسمعك أنا بص أهو، ارفع عليك تقعد تقرب كده، أيوه أيوه بص عليا اسمع، أيوه أيوه أيوه. بس كده هتشوفوها أول حاجة تعملوها. جنبيك دكتور طبعا ما تخافش. موضوع مسخرة كده يعني أنا بس مش مخلع عين مش أكتر. إن هو شايف واحد بيتعلم بالسرنجة فعلا. بس كده والدكتور بيزعق له، اثبت. معانا عشرها. كده وأنت بتبقى في الآخر أنت لسه أنت عيني نقلة سنسات امتياز دي نقلة بالنسبة لك ضخمة جدا. انت دماغك عيان. يعني طبعا امتياز دي انت بتبقى قاعد في الاستقبال. خلاص كده؟ ضخمة جدا.
مالك حقيقي مش قاعد يا برجع من امبارح مش قاعد قال صح كده انت حصلك ايه ساعتها اديني شابتر انا عايز قول لي برجع شابتر ايه ده نقله ضخمه جدا بالنسبه لك انت بتسوي كتير غلط اه والله ايه فومتنج دي بين وفومتنج بقى تفكر بين وفومتنج ده مش كده مشكله ضخمه انا مخطوبه بعد كده اقدر كده في الاجازه هقعد في خساره ان شاء الله اتكلم معاك في الموضوع ده في الاجازه تذاكر او تخش امتحان بس على الاقل تذاكر يوسمين يعني بحيث لما تخش امتياز بقى بس على الاقل ان شاء الله خلصت امتياز يبقى انت فاهم ميديكال ساينس وي دونت تيتش ميديكال كيسز وكده ابتدى يبقى البروسيس كده بس انت بتبقى عندك المشكله دي انت عايز حاجه ايه ديسكاس اول امتياز يبقى عندك مشكله تراجع بحاجات ايه فتره مشكله يعني بس كده بس تبقى لذيذه كده سنه جميله جدا توتالي ريسبونس سنه رائعه يعني تاخد 40 جنيه وتوتالي ريسبونس دلوقتي بقى مثلا 65 جنيه حاجه كده يعني على ايام انا كان كده على ايام انا كان كده انا امتيازي كان اول مرتب خدته في حياتي لسه متخرج بقى ورابع الدفعه ورمض وروع وشك بقى يعني بقى 7 سنين اول مرتب قبضته في حياتي مش عايز اقول لك مش عايز اقول لك مش عايز انا جبت ناس معايا انا رايح اختار معايا انا كان دماغي ان انا هعاصمهم واعاصم اهلي انا رايح في النادي خلاص خدت ناس معايا كده اهوت الراجل اداني 250 300 جنيه حاجه كده اهو حاجه زي كده يعني وقال لي انت طلبتي فين؟ انا استلمتش حاجه هو ده اللي ان شاء الله الحمد لله خلاص دي رساله تمام يلا دلوقتي 1000 جنيه وحاجه زي كده كام 500؟ لا زي ما هو 250 حاجه تلاقي كده 400 500 500 اتجوز مين؟ انا معايا واحد صاحبي اسمه هيثم اصغر مني ب 10 سنين جار 10 سنين تقريبا 10 سنين تقريبا بس كده انا كنت متخرج ومعايا ماجستير ومعايا دكتوراه بس كده وبالنسبه لهم انا كنت بسال معاه في الجامعه بالنسبه له حسين ده ايه؟ يعني دكتور حسين يعني احنا بنصحاب اه بس يعني بالنسبه له ده متخرج رابع الدفعه ورمض ودكتوراه ده فاهم هو كان لسه متخرج مقبول يعني كان جايب كان مقبول هندسه ودلوقتي في السعوديه ما شاء الله يعني خريج ايه؟ هندسه عين شمس جايب مقبول فجايب من الجامعه كده قرفان جدا انا بقى لي 10 سنين متخرج هو خارج اعرف بلد زباله مالك يا هيثم بس انا مقبول هندسه اول مرتب اخده 7000 جنيه ليه؟ هو بيتكلم عادي بقى ده كام يا حسين؟ بص عايز اقول لك انا عرضت عليه اشيل الشنطه وهي عايز بعيد انا مش هطلب يطلب منك وخلاص ودلوقتي ما شاء الله يعني في السعوديه مش عايز اقول لك يعني ربنا يفتح جامد جدا جدا يعني بص بس هو ما تسيبها الدنيا ده كام يا حسين؟ انا ساعتها قلت له حقيقه بس انا بعد ما اتخرجت 10 12 سنه مرتبي وصل لثلاث ارقام الحمد لله يعني هو قلت له يعني 2000 جنيه مش عارف ايه كميه 1000 وحاجه كده طب مش عايزك اعمل ايه ما بقول هندسه ده انا مهم يعني عندنا دي فرن بادي خلاص ده الامتياز يعني يلا هي فرن بادي شايلها وخلاص مش اشكال يلا ايدي بقى دبليو بص كده عليك كويس قوي في قرط على طريق سليم خلاص خلاص ايدي في وين طيب وات اباوت ذا بيوبل ايوه ذا بيوبل ايه غير بيوبل مشدود صح مشدود فين تحت صدفه لا يبقى اكيد في حاجه تحت في جرحه تحت ده جرح شايفين ده دي مزعه كونيا ده ربشر جلوب كده وابتدى يتشحن لحاجه اهو صح دي لو شفتها بقى سليت كلام هايبوتني اند شالو كان في شيء بتاع ايريس حته ايه برولابس وات از ذا فيرست ايد مانجمنت نوثينج توبيكال ها؟ استرايل اعمل لي سي تي وتعالى برافو عليك سوتشر نيرس كذا 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 فاهم قصدي كده؟ دي اسمها اوبن جلوب انجري كومبليكيشنز اربعه اندو ثالمايس ها؟ سيمباثيتيك ثالمايس دي نادره شويه اخر حاجه فورن بودي لو في فورن بودي كيميكال افكت الاخر حاجه ستيره كلمه واحده بس ربشر عندكم؟ بس كده؟ يعني قدامي كده صح؟ الراجل اهو خناقه اهو هو قاعد كده قدامي هتخانق معاه دلوقتي هضربه ازاي؟ هضربه كده اهو؟ لا كده هو ده وانا هعمل كده اهو صح؟ الضربة جاية من دايما بتيجي منين؟ من تحت تمبرال ليه هو؟ من تحت تمبرال الخلطة جاية لنا كده اهو تحت تمبرال صح؟ تاخد العين كلها على بعضها ابر
نيزل. نيزل. هنا بقى في حاجة يعني 4 مللي هنا كده خطاط عمل كده. اسمه ده تراكلي اوف ذا سبيريو بي. يبقى ساعات كابتلاجنس اوسيفايد ساعات. حجر. العيب راحت فين؟ هنا. الخطة فين؟ هنا. هفتح فين؟ هنا. اسمها ايه دي؟ كونتر جلوب. This is the commonest site of rupture globe. The commonest site of rupture globe. فين مكان؟ انا كلمة اسم سيو في الاخر يعني. The commonest site فين؟ upper. نيزل. ان الخطة جاية lower. temporal. بفتح فين؟ كونتر جلوب upper. نيزل by the trochlea of the sphere globe. سؤال كده خبيث. مين اقوى؟ كونيا ولا ستيرا؟ يعني مين more common؟ كونيا rupture ولا ستيرا rupture؟ مين اقوى من اضعف قصدي كده يعني؟ مين اقوى طيب؟ مين اضعف؟ لسه ما خدتوش بالك الفكره برضه. لا يا دكتور الستيرا اضعف. مفيش مقارنه بين الكورنيا والستيرا. دي اسمها الصلبه. دي كورنيا. حجر. مش حاجه هنا يعني فكره. حجر. That's why common structure ايه هو؟ يلا هي. ستيرا and the common site is upper nasal. انت خبطه جايه من هنا. خبط هنا. بصوا على البيوبل. واضحه واضحه دي الدكه ايه ده ايرس ايه بولابس فانا عندي هنا ربشرز كليره وذ ايرس بولابس اند بيكت بيوبل خد مقطع في دي انتي شيمبر شالو الضغط وات نو نو بتقصدي نو غطي سوشن ليرز سهل كده ده كده اوبن لوب انجري يبقى كليره كلمه واحده بس اوبن لوب انجري كوني اهم حاجه فورين بودي اوبن لوب انجري ليت كونجنكتيفا اهم حاجه الهيمرج مقدس سهل كده مارجن تي ما خش الغول ان شاء الله بقى مارجن حاجه مهمه جدا يعني نمشي كده احسن صور احسن خلاص ان شاء الله هاخد الدكتور ان شاء الله